بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان داخل مصر وخارجها، لكم مني أجمل تحية من شاشة مصر الزراعية وحلقة جديدة من برنامجكم صوت الفلاح. الحقيقة قبل ما نبدأ فعاليات هذه الحلقة، أنا عاوز أقول يعني أن أنا منذ قليل كنت في اجتماع مع شعبة مربي الدواجن بالغرفة التجارية اللي بيرأسها الأخ الدكتور عبد العزيز السيد، الحقيقة لمناقشة منظومة تطبيق القانون رقم 70 في 2009، وطبعا دوت بتعليمات من الدكتورة منى محرز نائب الوزير للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي. الحقيقة كان كل تجار الطيور الحية أصحاب المحلات كانوا موجودين في هذا الاجتماع، وعرضوا مقترحاتهم وعرضوا تخوفهم الحقيقة من تطبيق القانون، انه ممكن يضاروا او يعني يتاثروا بصوره سلبيه عند تطبيق القانون. وانا وضحت لهم الحقيقه زي ما احنا قلنا قبل كده في المداخلات المختلفه وفي اللقاءات المختلفه في البرامج العديده، انه احنا كوزاره زراعه حريصين والحكومه كلها حريصه انه لا يضار اي مواطن عند تطبيق اي قانون. واحنا في الوزارة طبعا قلنا هذا الكلام أكثر من مرة، ويمكن الدكتورة منى الحقيقة أكدت على هذا الكلام في برنامج صباح الخير يا مصر اليوم، وقلنا أنه يعني احنا ادينا فرصة لتطبيق هذا القانون لغاية أما نوفق أوضاع كل عناصر المنظومة، سواء كان التاجر أو المنتج أو طبعا مصلحة المستهلك وكل من يعمل في هذه المنظومة. وأنا أكدت النهاردة للمجتمعين انه ان شاء الله احنا حريصين على وجودهم داخل المنظومة، حريصين انه لا يضار اي مواطن، ونعمل بقى تحويل للمنظومة بحيث ان صاحب المحل اللي هو بيبيع الطيور الحية يعني يبدأ بقى يبيع الطيور المجمدة او المبردة، وفي النهاية زي ما انا قلت واكدت لهم النهاردة انه مش ممكن هيضار اي عنصر من عناصر المنظومة، وإحنا حريصين على ده كل الحرص. والدليل أنه رغم أنه هو قانون وواجب التنفيذ، لكن إحنا كوزارة زراعة الحقيقة قلنا ندي فرصة علشان يبقى في حوار مجتمعي ونشوف ونستمع للرأي والرأي الآخر، لأن إحنا في النهاية يهمنا المحافظة على الصالح العام ويهمنا المحافظة على صناعة الدواجن في مصر، وطبعا ونحافظ عليها من الأمراض الوبائية وبصفة خاصة مرض انفلونزا الطيور، وأيضا نحافظ على البيئة المصرية ونحافظ على صحة المواطن المصري. أنا مرة تانية يعني حبيت أقول هذا الكلام علشان أطمن كل عناصر المنظومة أنه لن يتم تطبيق هذا القانون إلا بعد أن يتم توفيق أوضاع كل العاملين في صناعة الدواجن، سواء كان صاحب محل الطيور أو التاجر أو اللي بينقل الطيور من مكان لمكان ونشوف. وطبعا هم النهارده كان في مقترحات معينه الحقيقه وتوصيات هيتم توصيلها للمسؤولين، وطبعا هيتم توصيلها للدكتوره منى محرز نائب الوزير للانتاج الحيواني والداجني والسمكي. ارجع مره ثانيه لموضوع حلقتنا اليوم، والنهارده الحقيقه موضوعنا بيعتبر زي من الموضوعات العامه. طبعا انتم عارفين انه هذا البرنامج احنا متعودين في كل حلقه بنستضيف المسؤولين في كل محافظه عن النشاط الزراعي وعن طبعا يعني الثروه الداجنه والانتاج الحيواني، وايضا الزملاء وكلاء وزاره الري لنتعرف على ما يتم في هذه المحافظه. لكن احنا كل فتره الحقيقه بيكون موضوعنا موضوع عام بيهم كل المحافظات لما يستدعي الامر ذلك، واحنا طبعا مقبلين على زراعه محصول القمح، المحصول الاستراتيجي المهم. علشان كده زي ما احنا متعودين وزي ما عملنا العام الماضي وانتم الحقيقه بتطلبوا بده، ان احنا نعمل حلقات ارشاديه لبعض المحاصيل قبل زراعتها علشان نتكلم على التوصيات الفنيه لهذا المحصول من بدايه اعداد الارض للزراعه حتى عمليه جمع المحصود وعمليه الحصاد. علشان كده النهارده هنتكلم عن محصول القمح، وهو طبعا محصول استراتيجي مهم، وبنسعى جميعا انه كل عام تزيد المساحة المنزرعة من هذا المحصول لتقليل الفجوة الاستيرادية منه.
يعني احنا مش بنتكلم على اكتفاء ذاتي، وكنا نتمنى ان احنا نتكلم على اكتفاء ذاتي، لكن احنا عارفين ان الزيادة السكانية المضطردة والرهيبة الحقيقة كل عام اللي هي 2.5%، يعني احنا بنزيد سنويا 2.5 مليون مواطن، تقريبا تعداد دولة بيضاف الى سكان مصر الحالي اللي هو يصل الى 104 مليون. فالحقيقة عامل الزيادة السكانية الرهيب كل عام بيعتبر عنصر من عناصر الضغط على كل برامج التنمية اللي بتعملها الحكومة المصرية، وطبعا وبالذات برامج التنمية الخاصة بوزارة الزراعة. فإحنا محتاجين الحقيقة شوية نشوف حل للقصة دي. هنتكلم بالتفصيل عن محصول القمح من ناحية طبعا توفير الأصناف، توفير التقاوي في الجمعيات المختلفة، الخريطة الصنفية، إعداد الأرض للزراعة، المواعيد المناسبة للزراعة، ويعني إذا وصلنا في نهاية الحلقة للتوصيات الخاصة بالحصاد يبقى تمام، يبقى يعني خلصنا المحصول بالكامل. إذا لم نتمكن يبقى إن شاء الله هيكون في حلقة تانية علشان نستكمل التوصيات الفنية الخاصة بهذا المحصول. طبعا التليفونات هتكون مفتوحة لكل المواطنين وكل مزارعي القمح في جميع المحافظات. وعلشان كده زي ما احنا متعودين هنستضيف بعد الفاصل إن شاء الله الأستاذ الدكتور صلاح عبد المجيد، رئيس قسم بحوث القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، وأيضا الأستاذ الدكتور مسعد عبد العليم الأستاذ المتفرغ بقسم بحوث القمح بعد هذا الفصل. برحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل. وزي ما أنا قلت في المقدمة هنتكلم عن الذهب الأصفر، محصول القمح، المحصول الاستراتيجي المهم اللي كلنا كوزارة زراعة ومركز بحوث زراعية دايما بنسعى لزيادة المساحات المنزرعة من هذا المحصول، وأيضا زيادة الإنتاجية من وحدة الفدان لتقليل الفجوة الاستيرادية من هذا المحصول الاستراتيجي المهم. بالمناسبة أنا لازم أحيي زملائي في معهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم بحوث القمح لاجتهادهم بصفة مستمرة واستنباط أصناف جديدة بصفة مستمرة يمكن كل عام. وعلى فكرة إحنا لما بنتكلم عن استنباط صنف زي ما هنسمع من ضيوفي في هذه الحلقة بنتكلم عن مجهود كبير جدا ممكن يستمر لعشر سنوات وخمستاشر سنة. هنتكلم بالتفصيل عن محصول القمح من بداية إعداد الأرض للزراعة حتى عملية الحصاد، وطبعا إحنا منتظرين تليفونات حضراتكم للاستفسار عن أي عملية من هذه العمليات والتعرف على الخريطة الصنفية والمعاملات المختلفة لهذا المحصول. لذلك يسعدني أن أرحب بضيفي الكريمين في هذه الحلقة، الأستاذ الدكتور صلاح عبد المجيد رئيس قسم بحوث القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية. برحب بحضرتك دكتور صلاح. وأيضا أرحب بالأستاذ الدكتور مسعد عبد العليم الأستاذ المتفرغ بقسم بحوث القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية. برحب بحضرتك دكتور مسعد. تقريبا دلوقتي لقائنا بقى موسمي، يعني بنتقابل كل موسم قبل زراعة محصول القمح، والحقيقة الحلقات اللي احنا بنعملها قبل زراعة المحصول بتكون حلقات مهمة جدا، وأهالينا الفلاحين بيطلبوها علشان يتعرفوا على التوصيات الفنية وما هو الجديد بالنسبة لهذا المحصول. أبدأ بحضرتك يا دكتور صلاح، نتعرف على إنتاجية المحصول من العام الماضي، ومتوسط الإنتاجية كان كام، وتوقعك إن شاء الله للموسم القادم. هو بسم الله الرحمن الرحيم، في الأول احنا بنقول لأهالينا ومزارعينا كل سنة وانتم طيبين، ونتمنى ان الموسم اللي احنا فيه حاليا يكون موسم كويس بالنسبة لهم، ونتمنى زيادة المساحة اللي احنا بنأمل في زيادتها، لان القمح ده هو قوتنا اللي احنا بناكل منه. المساحة طبعا السنة اللي فاتت كانت حوالي 2.9 مليون فدان، السنة دي احنا حاطين خطة بنأمل ان هي توصل ل 325 ألف فدان، يعني تخطي 3 مليون فدان.
الانتاج والله نتمنى دكتور صلاح وتوصل لثلاثة ونص كمان. نتمنى. السنة اللي فاتت كان في بعض ظروف يعني أثرت على الانتاجية، ودي كان خارج عن إرادة المزارع وخارج عن إرادة البحوث وخارج عن إرادة أي شيء، اللي هو الظروف الجوية اللي قابلتنا. قابلتنا ثلاث موجات حر خلال الفترات الحرجة في عمر النبات. كان في شهر 2 كان جات لنا موجة حر، شهر 3 كان جات موجتين خلال فترة ما بين النضج العجيني والنضج اللبني، فدي أثرت على المحصول، فأثرت على الإنتاجية. يمكن نزل المتوسط بتاعنا من 19.6 إلى حوالي 18.6. نأمل إن إحنا لا السنة دي مش هنوصل لل 19.6، لا بنأمل إحنا نوصل لل 20 أرداب الفدان. كمان بنأمل الحاجة اللي ممكن تزود معنا المحصول، نأمل المزارعين يتجاوبوا معنا في الزراعة على المصاطب. إحنا السنة اللي فاتت كنا زارعين حوالي 915,000 فدان مصاطب، بنأمل السنة دي نوصل لمليون ومئة ألف فدان. فنأمل المزارع وفي بعض يعني دي إحدى طرق الزراعة اللي طبعاً بتزود الانتاجية وبتوفر برضو مية. نتكلم عليها بالتفصيل إن شاء الله ساعة ما يجي وقت الكلام عن المعاملات الزراعية إن شاء الله. يعني المحصول السنة اللي فاتت رغم الظروف الجوية لكن برضو كان معقول. يعني إحنا لما نتكلم عن 18.5 أو 18 حتى أرداب الفدان، إحنا في الثمانينات كنا بنتكلم على 7 و8 أرداب، 7 و8 أرداب، وده نتيجة كده كان أقل كمان. فده برضو مجهود. الحقيقة لازم ندي كل واحد حقه، ده مجهود مركز بحوث زراعية، مجهود معهد بحوث المحاصيل الحقلية، قسم بحوث القمح. الحقيقة لأن برضو الإنتاجية أو زيادة الإنتاج الرأسي من هذا المحصول الحقيقة مهمة جدا جدا جدا. تمام. طيب دكتور مسعد، خلينا بقى نتكلم طبعا على السياسة الصنفية قبل ما ندخل في إعداد الأرض للزراعة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أكرر تهنئتي لكل المشاهدين والمزارعين بصفة خاصة بالموسم الجديد في القمح، وإن شاء الله يكون موسم أفضل وأفضل وباستمرار مواسم أفضل اللي جاية إن شاء الله. بالنسبة للسياسة الصنفية، يمكن قسم بحوث القمح لما بيحدد السياسة الصنفية بيحددها على أساس الصنف الملائم في المكان الملائم. الجمهورية عندنا بتختلف. طيب قبل ما حضرتك تسترسل في الموضوع، معنا أولى المداخلات. مصباح من الدقهلية، ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور حامد؟ أهلا وسهلا حاج مصباح. أنا إحنا في البداية هنا بدأنا ننزل على القمح يا دكتور حامد. اتفضل. عاوزين من السادة الضيوف بقى يعرفونا اللي احسن الاصناف اللي تزرع دلوقتي ايه. عاوزين اللي عشان الانتاج يزيد معنا يا دكتور حامد تزرع ازاي برضه، عاوزينها في الجمعيات. ما هو احنا ده احنا لسه بنقول في بدايه الحلقه يا هادي، يعني هتسمع أيوة. كل الاجابه على كل هذه التساؤلات خلال الحلقه ان شاء الله. ربنا يعزك يا دكتور حامد ويبارك لك يا رب. اشكرك. شكرا. اتفضل يا دكتور مصر. وطبعا حتة أحسن الأصناف دي يمكن هتيجي في السياسة الصنفية. إن زي ما قلت لحضراتكم إن إحنا السياسة الصنفية بتعتمد على إن الصنف الملائم في المكان الملائم أو الصنف اللي بيبقى متأقلم لظروف المنطقة معينة. إحنا عندنا الجمهورية بتختلف، يمكن من بحر الإبل نسبة الرطوبة بتبقى زيادة شوية في بحري، أقل في إبلي، بالتالي بتظهر بعض أمراض في بحري، إبلي ما بتظهرش الأمراض، أو إن ظهرت بتظهر بدرجة خفيفة جدا أو متأخرة، ما بيبقاش تأثيرها كبير زي بحري. أنواع التربة اللي موجودة عندنا، المشاكل بتاع التربة إذا كان في بعض مناطق متأثرة بالملوحة، مية ملوحة، بعض مناطق متأثرة مثلا بقلة مياه الري خصوصا في نهاية الترع. فالسياسة الصنفية عندنا بتعتمد على الحاجات دي. مثلا على يعني في عوامل معينة بتحدد السياسة الصنفية طبعا المحصول. طبعا نوع التربة، إذا كانت تربة أرضية رملية أو جيرية، تربة طينية. فإحنا عندنا يمكن برنامج التربية عندنا في القمح لما بنستنبط الأصناف الجديدة، وزي ما سيادتك قلت بتقعد يعني من 12 ل 15 سنة فعلا عشان يطلع الصنف، ومش عايز واحد ولا اتنين يشتغلوا، لا ده عايز مجموعة تيم، كل فريق العمل كامل بيشتغل فيه. التربية الصنف لما بيطلع الصنف بيطلع بمعاملاته، بيطلع بمواصفاته، بيبقى عندنا برامج التربية، عندنا برنامج للتربية لتحمل الملوحة، لمقاومة الأمراض، لتحمل الحرارة العالية خصوصا في وجه إبلي.
كمان بتبقى في حاجة مهمة جدا، إن الصنف يكون ما نسميه واسع الأقلامة، بمعنى إن عشان نتيح للمزارع أكتر من صنف في منطقته يختار منهم اللي هو عايزه، بحيث إن الصنف يتلائم في المنطقة دي ويتلائم في مناطق أخرى برضه. على سبيل المثال من الأصناف الجديدة اللي بنقول عليها، ودي تعتبر من أحسن الأصناف، إحنا مطلعين أصناف زي شندويل واحد 614، في لسه أصناف تانية موجودة تحت التسجيل وإن شاء الله تطلع 95 ومصر 3 وبني سويف 7 كقمح مكرونة. مصر 3 غير مصر 1 و2 غير مصر 1 و2 ما شاء الله، يعني إحنا كل موسم عندنا أصناف جديدة باستمرار. وأصناف بتتفوق، لازم الأصناف دي تتفوق على اللي موجود. لا دي أخبار الحقيقة مبشرة يا دكتور مصعب، لكن بعد إذنك خلينا ناخد قطب من كفر الشيخ. ألو، السلام عليكم. ازيك يا دكتور حامد؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. يا جايب لنا حقوقنا والله على اكمل وجه يا دكتور حامد. والله من زمان ما كلمناك حضرتك، بس كلمتك على التليفون الشخصي الاسبوع اللي فات يعني، الحمد لله. اتفضل. الله يخليك يا دكتور. احنا لنا بس طلب عند يعني من وزاره الزراعه، احنا بنتهر في مصرف دلوقتي طوله 4 كيلو. المصرف ده عندنا رادد الميه علينا بطريقه مش معقوله. احنا بنتهر دلوقتي، جالنا من كثر الشكاوى لكم، جالنا مدير الاداره على المصرف ومدير اداره التعاون الاثنين. طيب يا حاج قطب، حاج قطب بعد اذن حضرتك بس سيب المشكله مع فريق الاعداد، وانا يعني ان شاء الله هنتصرف فيها بعد البرنامج، علشان حلقتنا النهارده مخصصه للان. ارجوك ارجوك. انا والله ما شفت حضرتك من زمان، قلت لازم اكلمك النهارده. الله يحفظك. مش عاوزين من حضرتك طلب صغير، بس الشجر اللي على المصرف، الشجر اللي على المصرف دي القرده ما تمكنش ان هي تطهر المصرف منه. حاضر يا حاج قطب، حاضر. ارجوك بس علشان الوقت، سيب الموضوع بس في الاعداد، وان شاء الله احنا هنشوف المسؤول ونتواصل لحل هذه المشكله. بشكرك يا حاج قطب. ارجو من اهالينا الفلاحين في كل المحافظات، حلقتنا النهارده عن القمح، اي استفسار عن القمح اهلا وسهلا، عشان نستفيد بقى بالوقت وفرصة يعني أستفيد من العلماء اللي موجودين معايا في هذه الحلقة علشان يقدروا يردوا على استفسارات حضراتكم. اتفضل يا دكتور مصعب. زي ما قلت لحضرتك ان احنا عندنا صنفين جداد موجودين في السوق دلوقتي ومتاحين كتقاوي معتمدة للمزارع يقدر ياخدهم، اللي هو شندويل واحد و 614. اتنين دول قمح خبز بيتزرع في كل انحاء الجمهورية. يمكن الصنفين دول عندهم أقلام واسعة بيتحملوا. أول سنة ينزلوا السنة؟ نزلوا من السنة اللي فاتت دي تاني سنة، بس يمكن كانت مساحته قليلة. كان سواء إن إحنا بنعتمد على الإكثار فيها على الإدارة المركزية لإنتاج التاو أو الشركات حسب طلبها. إلى جانب إن إحنا بنحاول مع المزارع هو الوقت متمسك بجميزة 9 رغم إن هو بدأ يقل وبدأ يتأثر طب البديل ليه؟ جميزة 12 وأفضل كتير جدا، ولكن لسه المزارع برضه عشان يتعود هو على صنف معين. احنا بنحاول قدمنا تاني سنة من خلال يعني الحملة يعني بنزود في الأصناف الجديدة مع الحملة القومية عشان نحاول نزود. زي ما سنتك عارف الحملة القومية بتبقى مهمة، احنا هندفع بالأصناف دي زائد الأصناف الجديدة اللي لسه في يعني إن شاء الله في خلال الموسم هتكون يعني شهور قليلة تكون اتسجلت، نقدر نزرعها في الحملة القومية، نعمل بها إرشاد المزارعين والمزارع هيبقى عنده الأصناف دي كلها. قلت لحضرتك إن احنا عندنا 3 أصناف جداد، صنف مثلا زي مصر سخة 95، سخة 95 ده يمكن تحمل ملوحه شويه، مصر 3. طب خليني بقى حضرتك معلش يعني علشان برضو الكلام يبقى محدد. ايوه. نتكلم مثلا الاصناف التي تجود زراعتها في محافظات الوجه البحري وفي محافظات الوجه القبلي، واذا كان في اصناف معينه انا باوصي بها في بعض المحافظات زي المحافظات الساحليه اللي فيها نسبه الملوحه مرتفعه نعرفها. هو حضرتك زي ما سيادتك تفضلت قلت، لو انا هتكلم على ارتفاع نسبه الملوحه اللي موجوده في الارض المتاثره بالملوحه او ميه مالحه او حاجه زي كده، طبعا الملوحه لها حد معين، ما اقدرش احط ملوحه عاليه واقول الصنف ده ما طلعش. لا طبعا طبعا. القمح او اي نبات له بالزبط. حد معين بيتاثر بيه. فعندنا الاراضي مثلا عندنا صنف زي من الاصناف اللي الناس عارفينها كلها سخ 94. ده ممكن يتحمل الملوحة. عندنا صنف زي شندويل واحد. ده ممكن يتحمل الملوحة. من أفضل أصناف حاليا اللي موجودة اللي بتتحمل الملوحة. سخة 94 وعندنا شندويل واحد.
دول من الأصناف اللي ممكن يتحملوا الملوحة بدرجة جيدة، يعني لهم درجة تحمل عالية للملوحة. وعلى ذلك كمان هم الصنفين دول لو تزرعوا بالذات شندوي الواحد لو تزرع في أي مكان تاني برضه بيبقى كويس جدا، لأنه حتى كمان مقاوم جدا جدا للأصداء، أصداء الثلاثة صنف شندوي الواحد. عندنا جميزة 12 زي ما بيقول الدكتور صلاح، جميزة 12 ده صنف ممتاز جدا عالي المحصول ومقاوم للأمراض، ممكن أزرعه في أي منطقة ويتحمل الاسترس او يتحمل الظروف غير المواديه زي الظروف او حاجه زي كده بالظبط. لو نيجي بقى على الاماكن مثلا اماكن الحراره العاليه، انا بزرع 6-12 لا كل ده كل ده وجه بحري، وجه بحري او حتى في وجه ابلي في المناطق المتاثره بالملوحه اللي قلناهم دول. تمام، نيجي مثلا ارتفاع درجه الحراره، عندنا شندوي واحد كويس جدا برضه، عندنا جيزه 171 ممتاز، عندنا 6-12 كويس جدا، جميزه 12، جميزه 12 ده عامل زي شندوي الواحد، ممكن ازرعه في مناطق كتير جدا في الجمهوريه. نيجي للمناطق وجه قبلي، انا بزرع فيها قمح الديورة وقمح المكرونه، بيجود جدا وبتطلع مواصفاته التكنولوجيه من اعلى المواصفات العالميه. الديورة بتاعنا ممتاز جدا 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 تكنولوجيا، ده بنزرعه من اول بني سويف واحنا طيب نستكمل السياسة الصنفية. لكن خليني أرجع مرة تانية للدكتور صلاح ونتكلم بقى على الحملة القومية للقمح ودورها الحقيقة في النهوض بهذا المحصول، ونعرف المشاهدين يعني إيه حملة قومية. بالضبط، الحملة القومية طبعا معروف، الحملة القومية هدفها في الأول نشر الأصناف الجديدة، الأصناف الجديدة عملها الصنف اللي هو بيجيلي جديد يكون على الاقل مساوي للصنف القديم في الانتاجيه اذا ما كانش بيزيد عنه، ولازم تكون في ميزه ثانيه مقاوم للامراض، مقاوم للظروف البيئيه الشاذه او الظروف البيئيه الغير مواتيه لزراعه الصنف نفسه زي ما قال الدكتور مسعد، اللي هو الاصناف المتحمله للملوحه، الاصناف المتحمله للحراره، وما نقدرش نقول مقاومه، نقول تحمل حراره، تحمل ملوحه. طيب اعتقد الناحيه العلميه مفيش حاجه اسمها مقاومه، يعني لا حتى ولا تحمل ليه درجه تحمل معينه، يمكن في الحاجات البيولوجيه زي الامراض والحشرات ده برضو صعب، هي وبرضو صعب قلت تحمل صعب حتى صعب ولو تحمل. حتى لو مقاوم الامراض يعني حتى لو قلت ده مقاوم صعب اثبات ده بيبقى الكسر صعب اثبات المقاومه لانه ممكن يهرب اقول عليه مقاوم انما ده هربان بالظبط. فدي نقطه من ضمن النقط. طيب معانا الحاجه نوال من الفيوم، طبعا انتوا عارفينها قوي قوي قوي. اتفضلي يا حاجه نوال. الو اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور حامد؟ اهلا وسهلا بحضرتك. زي البهوات الساده العلماء اللي عند سعادتك. ربنا يحفظك، هم عارفينك كويس جدا. ربنا يكرمهم يا رب، ربنا يديهم الصحة والعمر الطويل. ربنا يحفظك، اتفضل. الله يكرمك. والنبي يا دكتور حامد أنا يعني عايز أسأل بس استفسار من السادة العلماء، طبعا بيقولوا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اتفضلي اتفضلي. أنا بزرع جميزة من سنتين ويعني مقتنعة به اقتناع تام يعني. جميزة كام؟ جميزة 11. نعم جميزة 11. جميزة 11 أكيد. أكيد. فممتاز يعني في خبيزه وعجينه، وطبعا احنا بنفضل اللي بيتخبز ويتعجن والدقيق، يعني الحاجات دي برضه بتبقى ليها مقومات عندنا أكتر من المحصول يعني. فأنا جبت السنة دي 171 كتجربة، فأنا عايز يعني كلمة من السادة العلماء كده، إيه تفضيله عن يعني هل مثلا يعني يمتاز عن جميزه ولا ايه تقنياته ولا يعني اعرف عنه يعني معلومه كده يعني. قلت طيب. اجرب 171 انت طيب ماشي اوكي. نعم حاضر حاضر. يعني اصل انا جربت كل يعني الله يرحمه الدكتور عبد السلام جمعه، جربت كل مصر واحد واثنين وسخة 12 ويعني كل ما فيش صنف ما جربتوش. بس الحقيقه جميزه يعني الحقيقه اقتنعت بيه اقتناع كامل يعني. طب لو في اصناف ثانيه يا حاج نوال افضل؟ في ايه؟ ما هو يعني حضرتك تابعينا بقى والدكتور مسعد لسه بيتكلم. ال 171 انا جبت انا اشتريت الـ يعني الشكاير بتاعته كتجربه، جبت 5 شكاير بس والباقي جبته يعني جبت جميزه الباقي يعني، لان انا بزرع مساحه كبيره يعني. فمش عارفه بقى 171 ده يعني هل له مثلا تقنيات خاصه؟ هل له معاملات خاصة؟ اللي هو هل هو مثلا مفضل؟ لأن أنا زرعت شندوي السنة اللي فاتت جيزة 171 لا ما عجبنيش. طيب ومحصوله محصوله حلو بس يعني لا ما عجبنيش كلون كدقيق يعني احنا برضه بنبص لمواصفات أخرى يعني. حضرتك عاوزة صفات متكاملة يعني. حاضر يا حاج نور. ما احنا يا باشا فلاحين ما
بنخبز ونعجن لا انتوا يا حاج نوال انتوا على راسنا من فوق يعني الفلاحين مش بس يعني مش بندور على الفلاحين هم اللي بياكلونا صحيح بندور على المحصول برضه مش مشكله بالظبط لا ده مهم على فكره ده سؤال مهم برضه انما صفات يعني الجوده برضو بالنسبه للمحصول اثناء عمليه الطحين او بفضل الايه التقنيات اللي هي تريحني انا كفلاحه بخبز وبعجن ادي يريحني ايه اللون ايه القمحيه البيضاء حاضر يعني يا حاج نوال هتسمعي كل الاجابه على عن كل هذه الاستفسارات بشكرك جدا يا حاج نوال نرجع للحمله القوميه الهدف الثاني بتاع الحمله القوميه نشر التوصيات الفنيه انا ممكن اديك صنف يكون كويس جدا بيوصل عند مزارع يزرعه بطريقه خاطئه يديله محصول قليل في نفس الوقت يقول لك لا ده صنف مش كويس في عده خطوات وعده عمليات معينة بتبدأ بدءا من الخدمة لغاية الحصاد هي دي اللي بتديني محصول عالي طيب فايدة الحملة ان انا بنزل حقل ارشادي بختار مزارع لازم يكون برضو مزارع كويس يعني بيسمع او يتبع التعليمات اللي انا بكون قايل له عليها عنده استعداد ليها عشان اطبقها بحيث لو طبقها صح هو بدليل ان كل الحقول الارشادية اللي احنا بنزرعها كاملة في وجود الارشاد الزراعي وبتوع الاحصاء والكلام ده بياخدوا العينات بيطبل محصول اعلى أكيد. واعلى على الاقل بست سبع ردب عن الحقول العاديه دي النقطه الثانيه طب النقطه الثالثه بتاع الحمله انا عاوز اوصل للمزارع لان هو يكون تكلفته اقل في الانتاجيه برضو عن طريق طيب معلش معانا فتحي بقى له كتير على التليفون فتحي من اسكندريه الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا مهندس زراعي فتحي علام من اسكندريه حبيبي منطقه مينا البصل اهلا وسهلا اتفضل انا شفت البرنامج وبصراحه ربنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يكتر الخير في مصر بس قلت في نفس الموقف كده او في البرنامج نتذكر الدكتور عبد السلام جمعه الله يرحمه ابو القمح طبعا مش ممكن ننساه يعني اللي هو معايا حضرتك اتفضل ابو القمح الدكتور عبد السلام جمعه قدم وطي التلفزيون من فضلك وطي التلفزيون واسمعني من التلفزيون حاضر 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 اودي لك التلفزيون اتفضل بس سريعا كان سامعني كده حضرتك ايوه اتفضل بقول لحضرتك الدكتور عبد السلام جمعه ابو عليه رحمه الله الباشمهندس الدكتور عبد السلام جمعه ابو القمح في مصر عليه رحمه الله نتذكر ونترحب عليه بانه هو قدم ربنا يرحمه اكيد احنا كلنا معترفين بده يا باشمهندس فتحي اصناف جديده واستنبط اصناف جديده اللي درست قدام حضرتك دلوقتي وشكرا لكل مواطن يفكر يعمل حاجه لمصر وخير مصر تمام بشكرك بس كده بشكرك انا مش عايز بس ايه يعني انا تذكرت الدكتور عبد السلام جمعه في الوقت ده يعني انا بشكرك والله على وفائك واحنا كلنا متذكرين ودايما ودايما يعني الدكتور عبد السلام جمعة رحمة الله عليه دايما اسمه مقرون بأبو القمح بشكرك جدا نستكمل الحملة القومية من ضمن التوصيات على الحملة أو اللي بنقدمه في الحملة للمعاملات من ضمنها مثلا طرق الزراعة طريقة الزراعة على مساطر طيب أنا عاوز أعمل اللي أخلي الفلاح يزرع تكلفة أقل إنتاجية أعلى عشان عائد الربح بتاعه يكون عالي ويوفر مي فار مي طريقة الزراعة على مساطر هتوفر لي ربع كمية التقوي اللي بيستخدمها يعني هو لو لما بيستخدم الطريقة العادية بيستخدم 60 كيلو جرام لفدان طيب لو زرع على مساطب بياخد 45 45 من 60 دول 15 كيلو دول ربع الكمية دي أول حاجة النقطة الثانية المية بيوفر المية بس ما يسهلكش كمية مية كتير جدا بنسبة قد ايه المية 20 ل 25% كمية مية مش كمية المية بس ده هيوفر له السولار اللي هو بيستخدمه طب ايه اللي يمنع ان الفلاح فعلا يقتنع بهذه الطريقه من الزراعه؟ هو الفلاح حاليا بدا يقتنع بها بدليل ان سنويا احنا ساعه ما بدانا الزراعه على مصاطب ده كان في 2009 2010 كان المساحه المزارعه ما لا تتعدى 5000 فدان بدات كل سنه بتزيد لغايه ما وصلت ل 20000 30000 لغايه ما احنا وصلنا السنه اللي فاتت 915000 فدان السنه دي بنامل ان احنا نوصل لمليون و200000 يا فندم ده احنا نأمل ان المساحه يعني كلها تنزرع وحتى تزرع بهذه الطريقه يمكن برضو عن طريق الحمله القوميه تم توفير عدد كبير جدا من الالات اللي بتقيم المصطبه وتسطر يعني هي المشكله في توفير الالات بس لا بس قد لا يكون مشكله كبيره في توفير الالات لان ممكن بالفجاج بالفجاجات اعمل فجاجات وبعدين اقفل كل خطين وازرع عليهم ان شاء الله بالنقر
او بالبضائع ما فيش مشكله. تمام. طيب معانا عماد من الشرقيه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور حامد؟ اهلا وسهلا، اتفضل. الوقت البحوث شغاله 10 على 10 في القمح وفي الفول وفي الغله وفي كل حاجه وفي القطن وفي كل حاجه. المشكله دلوقتي ان احنا بنزرع ونيجي نسوق المحصول ان كان قمح او ذره او اي محصول بنطلعه من الارض، التاجر بيولينا الويه. فاحنا عاوزين بس وزاره الزراعه والبحوث شغالين بسم الله ما شاء الله، حاجه ما كناش نحلم بها ولا شفناها قبل كده في حياتنا. بشكرك. بس المشكله بقى احنا عاوزين تشوفوا لنا ايه التسويق. حاضر حاضر حاضر. لان موضوع التسويق دوت موضوع يا دكتور حامد موضوع كبير كبير خالص. حاضر. ماشي. انا بشكرك جدا يا حاج عماد على اعترافك طبعا بدور مركز بحوث زراعيه والعلماء اللي موجودين فيه في زياده الانتاج الزراعي. بالنسبه لموضوع التسويق انا بمنتهى الامانه معاك، مش ممكن هختلف ولا حتى ضيوف الاعزاء في هذه الحلقه يختلفوا انه عمليه تسويق اي محصول مهمه جدا للفلاح، لان الفلاح بيزرع عشان في النهايه يبيع ويسوق. لو عنده مشكله في تسويق محصوله اعتقد هيبقى عنده مشكله في انه يزرع، ودوت احنا مش عاوزينه على الاطلاق. لكن طبعا عمليه التسويق حضرتك تعلم ان في عناصر كثيره بتتدخل في هذا الموضوع، واحنا كوزاره زراعه مهمتنا بالدرجه الاولى الانتاج، مهمتنا بالدرجه الاولى التوصيات الفنيه لزياده الانتاجيه من جميع المحاصيل. لكن برضو انا بوعدك وببشرك انه بالنسبه للقمح طبعا ما فيش مشكله، لكن بالنسبه للمحاصيل الاخرى مع الوزير امامه الان مقترح خاص باللائحه التنفيذيه للزراعه التعاقديه، وان شاء الله قريبا جدا يتم اقرار هذه اللائحه والمركز بقى ده يبدا يشتغل ويحل مشاكل الفلاحين في عمليه التسويق لجميع المحاصيل. طيب نرجع تاني لموضوعنا. يبقى احنا قلناش الاصناف الحديثه. النقطه الثانيه تطبيق التوصيات الخاصه بانتاج الصمغ. نقطه ثالثه تنميه المهارات. يعني من ضمن انشطه الحمل. طب انا عاوز انمي المهارات اهميها مع مين؟ مع المزارع. المزارع عنده خبره، بيحتاج الى حد بانه ايه يوعيه بلا الطريقه دي ممكن حسنها بكذا وكذا، لا انا عندي تنميه مهارات ثانيه ممكن تنفعني فيما بعد. الا وهي اللي هو تدريب طلاب المدارس الثانوية الزراعية. خلينا بس نتعرف على الحملة القومية بتتكون من مين؟ الحملة القومية بتتكون من الجهات اللي هي شغالة معانا. بالظبط. مركز البحوث الزراعية متمثل في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، معهد أمراض النباتات، معهد وقاية النباتات، الاقتصاد، معهد الاقتصاد كل الزراعي. كل جهة من دول بيمثلها فريق. مثلا فريق في جميع المحافظات، جميع المحطات، الى جانب الجهات في جهات ثانيه مشاركه على الارشاد الزراعي. مشارك من ضمن الجهات المشاركه معنا في الحمله القوميه. في اللي هو مجتمعات المؤسسات المدنيه، المجتمعات الجامعات الاهليه برضه مشاركه معنا في الحمله القوميه. وزاره التربيه والتعليم من خلال المدارس الثانويه الزراعيه. فمعظم الجهات كلها اللي ليها ارتباط بالزراعه مشتركه معنا في الحمله القوميه. وطبعا يعني فريق الحمله ده موجود في كل محافظه. كل محافظه حوالي اكثر من 16 17 مؤسسه مشغلين مع بعض كلنا. تمام. في الحمله. طيب معانا علي من الشرقيه. الو. السلام عليكم يا حامد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك الحاج علي الشيخ علي من الشرقيه بقريه الرياض. اهلا وسهلا، اتفضل. حضرتك يا فندم احنا بنسمع عن برامج للارشاد الزراعي بالنسبه للقمح، وبنسمع عن مسميات بتزرعنا في مصر الزراعيه، لكن على ارض الواقع ما بنشوفش حاجه من دي نهائيا. ولا موجود منها اي حاجه. يا اخ علي اخ علي اخ علي بعد اذنك بعد اذنك انا يعني حضرتك قول لي نقطه معينه. انا بصراحه ما بحبش الكلام في العموم، يعني عشان تقول لي بنسمع لكن على ارض الواقع، قول لي فين، في اي مكان، في اي مركز، في اي قريه، وايه اللي انت حضرتك حابب تسمعه او تشوفه واحنا جاهزين. قريه ابراهيم حسن الجمعيه الزراعيه تتبع قطاع الاداره الزراعيه واساسيين الازهار مركز اوراق صح. يا فندي اقسم لك بالله لا بنشوف مشرف شاب ولا بنشوف اكثر من مشرف واحد مدير جمعيه هو اللي بيقوم بنقل الحيازه وتعديلها، غير كده ما شوفش على ارض الواقع. بنسمع عن ارشاد وبنسمع عن توعيه وبنسمع عن ده كله، وده مش موجود على ارض الواقع. يعني ايه الفلاح دلوقتي بالنسبه مع العلم الحديث ومع التطور الحديث؟ طب انتم ما عندكوش حقول ارشاديه يا اخ علي؟ لا ما عندناش حقول ارشاديه يا فندم خالص، ولا عندنا اي حاجه من دي. وبعدين احنا بنزرع
على ميه صرف زراعه من بحر مصر بحر حديد ما بتشوفش ميه النيل دي نهائي، ما بتوصلناش نهائيا بقى من اكثر من 10 سنين، ودي سبب لنا شغل عملت. طيب يعني طيب يا اخ علي خلينا نتكلم بصراحه، البرامج اللي انت بتشوفها في قناه مصر الزراعيه كافيه ولا غير كافيه؟ واحنا هو بنعمل حلقه عن القمح قبل الزراعه. يعني هو الفلاح عندي بحكم وضعه ان هو بيعمل في الحق، هيقعد بيسيب الحقل بتاعه قدام مصر الزراعيه، يعني هو الوقت اللي لا هيجي ايه، لا معلش عاوز اسمع دي تاني. يعني الفلاح مننا قاعد كل معظم وقته في الحقل بتاعه في ارضه يشوف مصالحه، هيقعد يسيب مصالحه ويقعد قدام مصر الزراعيه يسمع؟ طيب انا بصراحه جميل. انا بشكرك جدا، بس انا مختلف معاك الحقيقه. يعني عشان تقول لي الفلاح هيقعد ويسيب ارضه عشان يتفرج على مصر، ما هي القناه دي ليكوا يعني، امال احنا بنعمل برامج دي لمين؟ مش حضرتك عاوز ارشاد؟ مش حضرتك بتقول ما فيش ارشاد على ارض الواقع؟ ما هو الارشاد اهو، الحلقه دي تعتبر حلقه ارشاديه بنسبه 100% وتوقيت مناسب للمزارع، واحنا زي ما احنا متعودين بنزحها وبنتكلم في هذا الموضوع قبل ميعاد الزراعه، يبقى ايه المطلوب؟ لكن تقول لي الفلاح، انا بختلف معاك. انا عايز اقول حاجه، محافظه الشرقيه تعتبر محافظة شاهدة على وجود إرشاد زراعي على أعلى مستوى، والمحافظة المساحة اللي قال عليها الدكتور، أولا هي رقم واحد في الإنتاجية على مستوى الجمهورية، والمساحة اللي قال عليها الدكتور صلاح في الزراعة على مصاطب أكبر مساحة موجودة في محافظة الشرقية. لا ما هو يعني لأن الناس هناك عرفوا الطريقة عن طريق الإرشاد وعن طريق الزملاء. يا حاج علي كنت أتمنى أن تكون منصفا وتبنوا الطريقة دي هناك، تبنوها على مستوى عالي. يعني أقول لك نسبتها طيب. كام؟ يعني الشرقية أولا أعلى مساحة أعلى إنتاجية بتمثل 13.2 مساحة الجمهورية زراعة القمح، وده مش من فراغ يا حاج. ولما بدا زراعه المصاطب يعني لما بدا عمليه ان احنا نبدا زراعه المصاطب اول ما بدات الشرقية. بالشرقيه وحاليا الشرقيه بدات عمليه التبني، هم المزارعين تبنوا الفكره وبدا يزيدوا فيها حاليا، دخلنا على البحيره كمحافظه ثانيه من ضمن المحافظات. تمام. الناحيه الثانيه بالنسبه للارشاد اللي بتكلم عليه، الارشاد اولا جميع القرى على مستوى الجمهوريه ممثله، لان انا زارع السنه اللي فاتت 6301 حقل ارشادي، المفروض ان انا يعني كل قريه تقريبا كل قريه فيها حقل ارشادي. كان في مزارع السنه اللي فاتت برضو انا في نفس اللقاء قال انا ما زرعش عندي حقل ارشادي، جبنا البيان بتاعه وراح اعتذر في اداره الارشاد نفسها على اساس كان واخد حقه، كان بيطمح في ان ياخد حقل تاني. لا انا لازم انوع الحقول الارشاديه عند اكتر من واحد، وطالما انت خدت في موسم ما تاخدش الموسم التاني طبعا، عشان اقدر عشان اعمل نشر العمليه الارشاديه. واعتقد انه كان في توجيهات بان حقل ارشادي اعمله عند فلاح يعني في مواصفات معينه أفيده. للحقل الارشادي يعني امكانياته ممكن بالزبط. تكون بسيطه، عنده مشكله بحيث يبقى حل عنده المشكله. طيب. دي انا عاوز بس نجاوب على استفسار الحاجه نوال قبل ما ننسى دكتور مسعد. هي كانت بتتكلم على جيزه 171 وجيزه 171. هو ما فيش شك ان جيزه 171 صنف ممتاز جدا، بس هو مش عاجبها في موضوع. لا هي لسه بتقول، حضرتها بتقول انها هتجربه الاول سنه. هي بس لسه ما تعرفوش. تنصحها بايه بقى؟ هي نصيحه عامه يعني. انا عايز اقول حاجه بالنسبه للاصناف، هو الاصناف دي جميزه مثلا زي جيزه 171 صنف غزير التفريع. الالتزام بمعدل التقاوي، لان انا لو زودت معدل التقاوي شويه هيهيج مني ويرقد ومش هيبقى مظبوط. الحاجه المهمه جدا جدا ودي انا اعتقد انها تنسحب على كل المحاصيل، عدم الاسراف في الري وعدم الاسراف في التسميد. انا اعرف ان بعض مناطق في ده في اي محصول وفي اي محصول ده لازم طبعاً. ما اصرفش في التسميد ولا اسرف فرعي. منطقة الفيوم من المناطق الكويسة جدا جدا اللي ما بيحصلهاش أو ما بيجيش فيها أمراض صدى، وإن جاب بيجي متأخر وقليل قوي. ولكن جيزة 171 من ضمن الأصناف اللي لها يعني درجة عالية جدا من مقاومة الأمراض، فده صنف كويس جدا، حبوبه كويسة والتكنولوجي يعني مفيش صنف بيطلع بدون كل التكنولوجي بتاعه عالي. ما احنا احنا لا يمكن نسجل صنف وننشره للمزارع الا اذا كان تكنولوجيا او في تصنيع الخبز
يتوافق وبدرجة عالية جدا مع تصنيع الخبز المصري. يعني دي مأخوذة في الاعتبار. ده من ضمن مصوغات تسجيل الصنف. تمام. ما نقدرش يعني نطمن الحاجه نوعا. لا انا عاوز بس اكمل النقطه. طب هتكملها بس لان يبدو ان الاتصالات كتير. انا عبد الناصر من اسيوط. الو. ازيك يا دكتور حمدي؟ اهلا وسهلا حاج عبد الناصر. مبارك عليك يا جماعة اللي عندك. الحمد لله. اتفضل لو سمحت. انا عايز اتكلم بخصوص القطن. وانت مانع ان حضرتك حد يتكلم في القطن. طب احنا دي قناه، مش دي قناه الفلاح؟ لا بص يا حاج عبد الناصر، انا مش مانع ان حد يتكلم في القطن، لكن انا قلت يا جماعه ان الحلقه دي مخصصه للقمح علشان بس ندي فرصه لكل اهالينا ان هم يستفيدوا من الوقت اكبر. طيب. استفاده. نروح لمين ونكلم مين؟ طيب يا فندم انا ما عنديش مشكله، ده انا طول اليوم التليفونات تليفوناتي الشخصيه وبتكلموني عليها علشان القطن. طيب اتفضل يا حاج عبد الناصر. بيوتنا اتخرب من القطن. انا مورد من يوم 10/9 لحد النهارده، بقالي 50 يوم ما قبضتش، والقطن اللي قاعد في البيوت. طيب يعني حضرتك وردت القطن بتاعك؟ اه وردت النص، والنص الثاني قاعد وردت 30 كنتار وقاعد عندي 40 كنتار في البيت. والنهارده انا في قريه اسمها قريه بني سند. قريه ايه؟ في قريه بني سند، مركز منفلوط، قريه بني سند، محافظه اسيوط. قريه بني سالم منفلوط. بني سند. حاضر. منفلوط اسود. حاضر يا حاج عبد. في حوالي 600 جنطار. معلش اسمعني. معلش، في حوالي 600 جنطار مرميين في المجمع، الحكومه ما رضتش تاخدهم، والنهارده الاهالي بتشيل فيهم، ونازله شركات بتاخد منهم في 18 ب 1800 الجنطار. قال الكلام ده ينفع؟ وبقالهم شهر مرميين في الشمس. لا ما ينفعش. انا هتكلم مصلحه، اللي انا بتكلم عليها ده مصلحه عامه غير القناطير المرميه في البيوت. طب احنا نروح لمين ونكلم مين؟ والالاف اللي احنا صرفناها. انا حاضر يا حاج عبد الناصر. حاضر. انا قاعد حضرتك ان بعد الحلقه مباشره هتصل بوكيل الوزاره ونشوف حل سريع. بشكرك جدا يا حاج عبد الناصر. انا عارف والله، خدوا بالكم، انا عارف مشاكل اهالينا الفلاحين ومذاكرها كويس جدا، وانا عارف ان في مشكله في التوريد يعني بالنسبه للقطن، بس يمكن حتى المشكله في محافظات الوجه القبلي يعني اقل حده من محافظات الوجه البحري، لكن بدات تحصل انفراجه لما بدانا ناخد اقطان الاكسار. لكن برضو احنا هنتواصل وان شاء الله نتعشم ان كل اهالينا يوردوا اقطانهم ويصرفوا مستحقاتهم، وده مهم جدا جدا جدا. طيب حضرتك كان ليك تعليق يا دكتور؟ النقطه اللي الحاج نوال، هي مزارعه، احنا زرعنا عندها وعارفينها كويس جدا. قضية لا تتذكرنا، ولكن هي قبلت على الجميزة 11 لسبب. جميزة 11 حبيته أساسا بيضة. فلاح المصري بيقبل على أي حباية يكون لونها أبيض حتى لو كان محصولها أقل. طيب هي قالت خدت 171 زي ما قال الدكتور مصعب. لا خدي 171 أنت مطمئنة لسبب. بالعكس، جميزة 171 يتحمل الملوحة بدرجة أعلى من جميزة 11. لا يصاب بالامراض ممكن. ايوه بس هي لو ما عندهاش ملوحه خلاص يبقى ارض الفيوم معظمها فيها نسبه ملوحه وبتتفاول. فيها نسبه تختلف. صحيح. زي دايما الصنف اللي يروح الفيوم. حاجه نوال شاطره يعني. شاطره ما ايه. بتعالج كل حاجه يعني. مشكله في التربه بتعالجها في الاسماك. تمام. بتعالجها يعني. تمام. ما شاء الله. بس عشان الفيوم ارض واطيه شويه والبحيره وبتاع فمتاثره. لكن الصفات التكنولوجي بتاع العجين معروفه، ولكن هي بتتكلم احيانا عن اللون الرغيف في التصنيع. هي نسبه تصافي. حسب الطحن نفسه. ان هم الافضل صحيا يا دكتور صلاح؟ لا، الافضل اللي يكون فيه رده. الغامق. انا عاوز اقول كده بس انا. طيب دكتور مسعد، انا حاسس الوقت بيجري، لان برضه في اتصالات. عاوز استكمل السياسه الصنفيه، لان انا لسه ما دخلتش في التوصيات ومواعيد الزراعه. يعني يمكن انا اتكلمت حضرتك على السياسه الصنفيه، وقلنا الحاجات اللي ممكن تتزرع في بحري او ابلي في اراضي ممكن تكون متاثره بالملوحه او فيها بعض مشاكل ملوحه. عندنا طبعا قلت لحضرتك كمان باختصار شديد ان القمح الديورم بيتزرع في وجه ابلي لان الظروف الجويه وانخفاض درجه الرطوبه الجويه. خلينا ندخل في الاصناف مباشره. انا زي ما بقول لسيادتك، انا عندي صنف جيزه 171 بالمناسبه اللي بتتكلم عليه الحاجه الاول. صنف جيزه 170 ده يعني موجود في كل انحاء الجمهوريه لحد ما نوصل لحد المنيا.
يعني موجود من اول اسكندريه وبورسعيد واسماعيليه والمنوفيه والقليوبيه بننزل لحد المنيا، يجود زراعته جدا، قد لا يتحمل حراره شديده في مصر العليا في الوادي الجديد او في مصر في اسوان وهنا وسوهاج، ولكن ممتاز جدا جدا في بقيه المناطق، عشان كده احنا بنرفعه من المناطق اللي فيها الحاجات اللي زي كده. عندنا كمان مثلا جميزة 11 اللي حضرتك بتتكلم عليه، جميزة 11 صنف كويس ومرغوب من المزارع، والمزارع لو زرع كويس بيجيب انتاج كويس، مزروع في كل انحاء الجمهورية، ولكن يمكن احنا بنخفض مساحته في وجه بحري وننزله وجه ابلي لتعرضه للإصابة بالأمراض، قد لا تكون إصابة شديدة ولكن احنا بنحجزه شوية في وجه ابلي. عشان طيب كده بيكون عندها في الفيوم تقريبا. في حد معانا؟ معانا سيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور حامد؟ اهلا وسهلا. عاوزين نزرع قمح يا دكتور حامد. نعم. بقول عاوزين نزرع قمح. عاوزين نزرع قمح. ما تزرع. طب ايه المشكله يا حاج سيد؟ حلو. ما هي المايه المعطنه والتعبانه اللي عندنا ديت ماشي، خلينا نرفع نزرع حاجه زي انا البرسيم، موتت البرسيم. حاضر يا حاج سيد، حاضر. شوف لنا مشكله المايه دي يا دكتور، الله يبارك لك. حاضر. عشان نزرع قمح زي الناس كده، عاوزين ناكل قمح من ارضنا. حاضر يا حاج سيد، ان شاء الله هتزرع وتاكل قمح من ارضك باذن الله. الله يبارك لك يا دكتور، يعني انت عارف المشكله، مش عاوز اخش في تفاصيلها. حاضر، انا عارفها وحافظها كويس يا حاج سيد. ربنا يبارك لك يا دكتور. حاضر. ربنا يبارك لك. بشكرك. اتفضل يا دكتور مصر. يمكن ده باختصار السياسه الصنفيه زي ما بقول لحضرتك، هي بتعتمد على ان الصنف الملائم في المكان المناسب. الاصناف اللي مثلا زي 6-12 يمكن سحبناه من بحري نزلناه ابلي، صنفه ممتاز جدا، بيتحمل حراره، بيتحمل ملوحه، تفريعه عالي جدا، محصوله ممتاز جدا، ولكن برضه يمكن زي ما قال دكتور صلاح من شويه ان احنا في حرب مع الأمراض، وباستمرار بنجدد أصنافنا علشان المقاومة للأمراض، ولكن طالما المزارع بيقبل عليه فبنحطه في المكان اللي ممكن الأمراض ما تصيبوش كويس زي 6-12. 6-12 بدأنا خليناه من أول الفيوم ونازل في إبلي، هو صنف ممتاز جدا جدا جدا. أصناف زي مصر 1 ومصر 2 ومصر 3 اللي هيطلع جديد على مستوى الجمهورية. طيب. وهكذا السياسة الصنفية. تمام. معانا الدكتور انور عيسى، رئيس قسم بحوث القطن بمعهد بحوث القطن. الو، مساء الخير يا دكتور حامد. اهلا وسهلا دكتور انور. مساء الخير عظيم سيادتك، ومساء الخير الدكتور صلاح عبد المجيد والدكتور مسعد. قسم القمح من الاقسام العريقه، ليها مجهود عالي جدا في معهد المحاصيل في الزراعه. وانتم برضه ليكم دور كبير جدا في النمو المحصول. الاصناف اللي طالعه ما شاء الله من حاجه هايله جدا، يعني من 8 ردب ل 7 ردب، حاليا تخطينا حاجز 22 و23 ده بفضل الله سبحانه وتعالى. ومديريات قسم بحوث القمح متمثله في جميع الفريق البحثي، اشكرهم جميعا، يعني حاجه عظيمه جدا. الانتاجيه العاليه، الندوات الارشاديه، الاشراف على جميع الحملات على جميع المحافظات. يعني وترحم على الدكتور عبد السلام جمعه والدكتور سيد خليل والدكتور صلاح، على فكره من الناس الممتازه جدا، من الناس المخلصه في عملها. بشوفه في سيد سيادتك يقف على البرنامج من الري، من تسميد، ما فيش عمليه من الزراعيه اللي بنوقف عليها طبعا. من الناس المخلصه في عمله، من الناس اللي عندها اخلاق عاليه، الناس اللي عندها ضمير، من الناس اللي ايديها نظيفه، من الناس الممتازه جدا. مش عايز اشكر كتير عشان وش بالحلقه كلها في اشكر في الدكتور صلاح، اشكر جميع الباحثين في قسم بحوث القمح في القسم. رحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، وأجدد الترحيب بضيفي الكريمين في هذه الحلقة، الأستاذ الدكتور صلاح عبد المجيد والأستاذ الدكتور مسعد عبد العليم. برحب بحضراتكم مرة تانية. دكتور مسعد، كان لحضرتك ملاحظة قبل الفاصل عن السياسة الصنفية. ويمكن أنا بطلب من أخواتنا المزارعين في كل أنحاء الجمهورية يعني الالتزام بالسياسه الصنفيه. بمعنى انا لما اقول ان الصنف ده لا غناه، احنا ما بنلغوش عبثا، او ان الصنف ده ينتقل من المنطقه الفلانيه او لا يزرع الا في المنطقه الفلانيه. فده برضه لاسباب كبيره، زي مثلا على سبيل المثال حاليا 6-12
سدس 12 ده المفروض ده في مزارعين كتير بياخدوه من احنا بيتوزع في ابلي ياخدوه من ابلي يحطوه في بحري. ليه؟ باعتبار انه صنف كويس او بيجيب محصول او غيره، ولكن احنا لما نزلناه في ابلي نزلناه بسبب كسر مقاومه لبعض سلالات الامراض. ناخد بالنا من النقطه دي. بعض سلالات الامراض لو انتشرت الامراض احنا ما نقدرش نتحكم فيها، لان دي بتجي لنا مع في الجو وبتيجي من بره الجمهوريه فبتصيب الامراض. فلو اصيب الصنف في مكان معين بيبقى عرضه لنشر المرض ده على بقيه الحقول. فاحنا بنقول نوديه ابلي على اساس ان ابلي او وجه ابلي درجه حراره فيه مرتفعه نسبيا وانتشار الامراض بيكون فيه اقل ما يكون. ده على سبيل المثال. فانا بطلب من المزارعين الالتزام بالسياسه الصنفيه، خصوصا كمان لما صنف بيتلغى. في اصناف قديمه جدا اتلغت لنفس الاسباب، قد يكون المحصول بتاعه قليل جدا. انا كل اللي بيهمنا الانتاج على المستوى القومي. تمام. ما يحصلش اي معاكسات. طب اسمح لي بقى دكتور مسعد بعد اذن حضرتك، انا يعني هتكلم بلسان الفلاح. فضل. هل السياسه الصنفيه وتوزيعها الاصناف دي موجوده في الجمعيات في جميع المحافظات؟ احنا عندنا بننتج تقاوي الاساس لكل الاصناف الموجوده دي وبكميات تكفي، يعني كميات كفايه. لا انا ما بسالش على الكميات، انا يعني انا بوصي باصناف معينه في مناطق موجودة معينة. في مناطق معينة. بالزبط. انا عاوز انا كفلاح اما اروح الجمعية الاقي الصنف ده صح ولا لا؟ هي موجودة. موجودة لان الـ الادارة المركزية لانتاج التقاوي بتنتج التقاوي المعتمدة بكميات وفيرة جدا بتوزعها على كل منافذ تقريبا، كل مديريات الزراعة والوحدات الزراعية لهم منفذ فيها بيقدروا يبيعوا فيها التقاوي، كلها موجودة حسب السياسة الصنفية. تمام. نفس الكلام بيتم مع الشركات المرخص لها بإنتاج التقاوي، شركات القطاع الخاص. الشركات بيبقى لها ترخيص حكومي بإنتاج التقاوي، تاخد مننا تقاوي بتكترها معتمدة المزارع ولها منافذها برضه ولها تمام. أماكن تواجد. يا ريت الزملاء في الإعداد يجيبوا لنا الدكتور حاتم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي برضه نستفسر منه، لكن وخلينا ناخد سعيد من الجيزة. ألو. لا وطي التلفزيون يا سعيد بعد اذنك. ماشي يا باشا. ماشي يا باشا. اتفضل. ماشي يا باشا. ازيك يا دكتور حامد؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ ازي حالك؟ ازي الساده اللي معاك؟ اتفضل. نبى يا استاذ حامد انا عايزين تجاوب غاله تكون بتستحمل النداوي. تستحمل ايه؟ النداوي. التجاوب الغاله من هنا من ده. تقصد الامراض يعني. تمام. بس والذره ما بتحش. قولوا لنا على التجاوز كويسه فاهم ونجيبوها منين لو عايزين نروح لك معمل بحوث نجولكم. طيب حاضر حاضر بشكرك. طيب بشكرك يا حاج سعيد. معانا محمد من كفر الشيخ. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور حامد؟ اهلا وسهلا بحضرتك اتفضل. الله يديك الصحه. بالنسبه للدكتور مسعد بيتكلم عن جيزه 171. عايزين نعرف بس للدكتور مسعد يعني متى الزراعه امتى؟ عصير افضل وتقدير افضل. ما تستعجلش لسه هنتكلم في مواعيد الزراعه. وفي نقطه يا دكتور برضه بعد اذن حضرتك بالنسبه للاسعار. يعني انت كده وانت استاذنا ومتحدث رسمي باسم وزاره الزراعه. نعرف الفلاح يعرف يعني الغله مثلا بكام النهارده. حاضر. القطن قبل ما يزرعه بكام بكام قبل ما يزرعه. حاضر. يعني يبقى في سياسه زي ما انتم بتتكلموا عاوزين يعني مصر تكون مصر زراعيه فعلا بمعنى الكلمه. حاضر حاضر. واحنا بنحيي بتوع الزراعه والجماعه اللي هم بتوع البحوث الزراعيه في كفر الشيخ عندنا لان هم بينطقوا افضل واعظم التجاوب عندنا. يعني 170 ده الدكتور مسعد بيتكلم عنه زعتها السنه اللي فاتت ممتازه. بس انا عاوز اعرف مني حضرتك يعني الفدان ياخد له كام كيلو مثلا؟ الاراس كام كيلو؟ حاضر هتسمع يعني تابعني بس تابعني. امتى؟ حاضر. بحيث ما نمشوش ورا اللي يعني الشائعات اللي بتحصل النهارده لان الفلاح ممكن يروي ريا غلط ويقول مثلا تيجي معاه بظروف فكذا احنا بنقول وتبقى كويسه يعني مشاها سياسه. حاضر يا حاج. حاضر 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 تابعني بس لنهايه الحلقه. حاضر بشكرك بشكرك جدا. طيب سعيد من الجيزه كان بيسال على الاصناف اللي هي تتحمل الامراض. النداوي هو يقصد بها الـ يعني مثلا امراض الصدى او الحشرات. الامراض الصدى اصنافنا زي ما بقول لحضرتك اذا كان المعاملات او الصفات التكنولوجيه الخبيز احد مسوغات تسجيل الصنف فبرضه مقاومه الامراض
بتعتبر اهم حاجه في تسجيل الصنف. هل الصنف ده مقاوم للامراض والامراض السائده عندنا في منطقتنا؟ احنا بنطلع الصنف، الصنف دايما مقاوم للمرض، الصنف الجديده دايما مقاومه للامراض. احنا قلنا متحمل، أنا أقدر أقول متحمل فعلا. لأن حتى المقاوم ممكن أنا قلتها من شوية بالزبط. لو أقول مقاوم ممكن يهرب، ممكن ما يجيش المرض نفسه، ممكن أقول ده مقاوم بالزبط. ولكن لا، له درجة عالية من التحمل مع بالزبط. العلم إن إحنا بنختبره بالاشتراك مع الزملاء بتوع أمراض القمح، بيختبر إن إحنا بنعديه بالمرض واللي بيطلع مقاوم أو بيطلع المرض عليه مش موجود، فده اللي إحنا بنسجله وبننشره المساعدة. فأنا بنصح المزارع أن ياخد باستمرار الأصناف الجديدة لأنها باستمرار لها درجة عالية من مقاومة الأمراض. الأصناف القديمة أنا زي قلت حضرتك، الأمراض دي كائن حي بيغير نفسه باستمرار، وأنا عندي كائن حي بغيره أنا باستمرار، فممكن إحنا في حرب مع الأمراض، ده بيصيبني بيصيب النبات بتاعي بديله نبات مقاوم، مع مرور الزمن بتتكسر المقاومة وممكن يصاب تاني. فدي أول حاجة بالنسبة للأمراض، استعمل الأصناف الجديدة. دي 171 ما زال إلى الآن بالسلالات المنتشرة وموجودة في الجمهورية، هو وبعض أصناف تانية زي شندويل واحد ومصر ثلاثة اللي هيطلع بإذن الله، كل الحاجات دي مقاومة تمام. للأمراض. تمام. نيجي بالنسبة للحشرات، مقاومة الحشرات. طبعًا مقاومة الحشرات دي يعني في بعض أصناف لها درجة من المقاومة أو لها برضو تحمل أو لها صفات موجودة فيها في الورقة أو في الساق أو في غيره تقدر تقاوم الحشرة إلى حد ما، ولكن المعاملات الزراعية مهمة جدا. ما هنتكلم عليها بالتفصيل، دي مهمة جدا نتكلم عليها. وخلينا نبدأ بأولى المعاملات دكتور صلاح، مواعيد الزراعة. مواعيد الزراعة هو طبعا المواعيد الزراعة دي أحد أهم العوامل الأساسية في الإنتاج المحصول. مواد الزراعة المفروض ان عندي لما بزرع القمح اول حاجه اختيار الارض. اختيار الارض مهم جدا، خدمه الارض، خدمه الارض. واعتقد الفلاح مش محتاج ان انا اشرح له هيخدم الارض بتاعته ازاي. خدمه الارض بقت محفوظه، يعني لو في حاجه معينه عاوز يعني اتاكد عليها في خدمه الارض. خدمه الارض حارتين متعمدتين، بترك ما بين كل حارته وحارته فتره ولتكن 3-4-5 ايام اسبوع، على اساس لو في حشائش صلعه بتنشف يبقى انا خلصت ارضي جزء من الايه من الحشاش بتاعتي. وبعدين ببدا اسوي الارض بتاعتي سوى كويسه جدا، ما اوسعش القن البلوطات بتاعتي او القطعه اللي بزرع فيها عشان الميه اقدر احكم عمليه الميه بتاعتي فيها. باجي بالنسبه لميعاد الزراعه، ميعاد الزراعه انا عندي الزراعه في كذا منطقه، يعني في اراضي جديده، في الوجه البحري، في الوجه الابلي. بالنسبه للزراعه في الوجه الابلي، الوجه الابلي بنقول بيفضل في التلت الثاني من شهر نوفمبر، يعني من 10 نوفمبر لغايه 20 نوفمبر. الزراعه اللي ممكن ممكن تمتد معايا ل 25 نوفمبر. طب اول ما اوصل لشهر 12، لا بدءا من دخلت في شهر 12 بيبدا ايه اللي عندي المحصول. بيقل تدريجي، لكن هل لا تجود زراعه؟ لا تجود زراعه، بس هيقل محصولك. ما المواعيد دي ما اخالفش عنها ولابد ازرع في ميعادها. طب الوجه البحري من 15 لغايه 30 نوفمبر. في الاراضي الجديده، الاراضي الجديده لا لا خلينا نقول المواعيد مره تانية. يبقى الوجه الابلي، الوجه الابلي من 10 نوفمبر لغايه 25 نوفمبر. كل تمام. يوم هياخر ميعاد الزراعه فيه هيقل مع الانتاج. في الوجه البحري من 15 نوفمبر الى 30 نوفمبر. طيب مع بعد اذنك معانا الحاج مهدي رئيس جمعيه بالاس دقهليه. الو، ايوه اتفضل. ايوه يا بيه، اتفضل حضرتك على الهواء. ماشي. ايوه، وطي التلفزيون. وطي التلفزيون يا حاج مهدي. حاضر حاضر، اتفضل. دكتور. نعم اتفضل. انا المهدي معاك حبيبك. اهلا وسهلا. انا جيت معاك في التلفزيون من سنتين، مرت موزاره التموين كانت عايزه تدينا 1300 جنيه على فدان القمح، وسيادتك كان ليك القرار الاكبر في الغاء قرار وزاره التموين، وعملت لنا القمح ب 420 جنيه سنتها. الله يخليك، اتفضل. طب ايه استفسارك؟ احنا عايز استفساري، احسن نوع في القمح ازرعه السنه دي؟ انا عندي 5 فدادين قمح، وعايز موضوع القطن يا دكتور حامد. عندنا 5000 امتار في جمعيتنا في السماحيه بالاسد اهليه، في جمعيه السماحيه بس عندي 500 فدان،
واللي حواليه أكثر من 5000 إمتار مكدسين في المخازن ولا بيعني، والتجار بتضحك علينا وعايزين ياخدوا قطننا ببلاش. حاضر يا حاج مهدي، حاضر حاضر. وأنا جيت واتشرفت بعندك وجيت القناة واحنا مالناش الا انت. تشرفنا، خليك اشكرك. القطن محقق انتاجيه عندنا في حياتنا. عارف انا عارف انا عارف والله انا عارف ومتاكد من هذا الكلام. الدكاتره والخبراء بتوع البحوث واقفين معانا كلهم، الدكتور احمد الشامي والدكتور سعد الشبل وكلهم واقفين معانا. استاذ يا دكتور. حاضر حاضر يا حاج مهدي، حاضر، بشكرك جدا. هو بيسأل برضو، أنا برضو الأصناف إحنا اتكلمنا عليها، يعني أنا مش عاوز كل شوية نرجع من بداية الحلقة، لكن برضو هنجاوب، ما فيش مشكلة. هو طبعا الأصناف سريعا بس سريعا، هو زي ما قلت من شوية الأصناف الجديدة عندنا جزم 71. لا خلينا نركز على الدهلية، أقول له ازرع صنف كذا وكذا. منطقة الدهلية ممكن بيزرع شندويل واحد، عنده شندويل واحد، عنده 6-14، عنده جميزة 11، يعني وهيلاقي كل الأصناف دي موجودة، وجيزة 171، كل الأصناف دي موجودة هناك عنده. طيب نرجع مرة تانية لمواعيد الزراعة. مواعيد الزراعة زي ما اتكلمنا في الوجه الإبلي من 10 نوفمبر، من 10 ل 25 نوفمبر، وبحري من 15 نوفمبر ل 30 نوفمبر. التبكير عن يعني في بعض في ظاهرة موجودة في بعض المناطق، في ناس بتبكر عن الزراعة عن المعدة أو المواعيد دي، يعني في ناس بتزرع في نص 10، في ناس بتزرع على يوم 20/10. هل ده ليه تأثير على المحصول؟ ليه تأثير على المحصول. طيب هنتكلم على مشاكل التبكير والتأخير في ميعاد الزراعة، لكن خليني أخد الأستاذ الدكتور حاتم علي رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي. تفضل يا دكتور حاتم. أهلا يا فندم. فندم برحب بيك. مساء الخير يا فندم. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله. إزاي حضرتك سبحانك؟ الله يخليك. طمني بس على التقاوي وجودها في الجمعيات، هل هي دلوقتي متوفرة؟ جميع الأصناف متوفرة؟ لأن أنا معايا دلوقتي في الحلقة الدكتور صلاح عبد المجيد رئيس قسم بحوث القمح، وايضا الدكتور مسعد عبد العليم، واحنا بنتكلم على طبعا كل العمليات والتوصيات الفنيه الخاصه بمحصول القمح. طمني بس على وجود التوافق. بتوجه للاساتذه الدكتور صلاح والدكتور مسعد على المداخله الجميله، واشكر قناه مصر الزراعيه على المتابعه المستمره لعمليات الانتاج التقاوي من الالف للياء، ودي حقيقه صراحه يعني اشهد الله عليها. وحبيت اطمن حضرتك ان انا منذ يعني قيام الاداره المركزيه بتوزيع التقاوي للمنافذ، وانا والزملاء في مرور مستمر على جميع المنافذ على مستوى الجمهوريه. فالاسبوع الماضي كنت انا في محافظه السوهاج، ورحت المراكز، مريت على معظم المراكز اللي بنكتب فيها ملف التوزيع بتاعت التقاوي، والحمد لله التقاوي متوفره، والتوزيع يكاد يوصل تقريبا 60% على مستوى الجمهوريه. فالحمد لله التقاوي بتاعتنا متوفره جميع المحاصيل الشتويه، وخاصه احنا بنتكلم على محصول الفرنسي هو محصول القمح. تعرف حضرتك المزارع طبعا لازم يوفر له الدعم المستمر، هو كان دعم مالي بتوفر في السعر المناسب للشجاره، وثمن الشجاره زي ما حضرتك عارف 230 بعد اعتمادها من وزير الزراعه من معالي الوزير، والمحاصيل الاخرى الترسيب والفول البلدي والفيتيلا، كل المحاصيل الحمد لله متوفره. يعني حضرتك يا دكتور حاتم، دكتور حاتم بعد اذنك، حضرتك بتاكد ان كل الاصناف الموصى باستخدامها والمستنبطه من قسم بحوث القمح موجوده في جميع الجمعيات؟ موجوده في جميع الجمعيات، الاصناف موجوده. هي موجوده في الجمعيات الزراعيه وموجوده في المنافذ البيع التابعه للاداره الزراعيه لاداره الانتاج التهاوي على مستوى المحافظه، المحافظات كل محافظات مصر. تمام، بشكرك جدا. طيب خليك معايا، خليك معايا دكتور حاتم. انا النهارده متجه لمحافظه هنا ان شاء الله، عندي مرور بكره على المنافذ، اتمنى ان شاء الله التوفيق وكل موسم ان شاء الله. خليك معايا، خليك معايا دكتور حاتم، خليك معايا دكتور صلاح. عاوز بس دكتور حاتم، اولا جهد الاداره المركزيه للانتاج التقاوي معروف ومشكور، بس هو في نقطه معينه كان اعتقد ان معالي الوزير كان اتكلم فيها، وكان مع معظم العاملين على وزاره الزراعه، ان الارشاد الزراعي لازم يساعد
في توزيع تقاول اداره المركزيه لانتاج التقاول، لان دايما المزارع في الاول بيتجه للارشاد الزراعي، ارشاد الزراعه طبعا عنده التقاول بتاعته هو وبتاعه الاداره المركزيه الشركات، والاداره المركزيه بدات تدي الارشاد، يبقى في ضغط على الارشاد الزراعي على اساس انه يكون عنده كميه لابد من استخدام تقاول الاداره المركزيه للارشاد الزراعي في الاول، في الاداره المركزيه لانتاج التقاول في الاول، عشان هي دي احد الوسائل الاساسيه بتاعتي بتاعت نشر الصمت. هو كلام حضرتك بالفعل هو اللي حاصل. احنا تواصلنا مع الارشاد الزراعي متمسك اتحاد المجالس الزراعيه والتعاونيات واخذوا الكميات بتاعتهم، بعض المحافظات ما خدتش كل الكميات، تعرف السنه دي كان حصل يعني دروب في الانتاجيه ومتوسط في الانتاجيه، فاحنا بقدر المستطاع بنحاول نغطي كافه المحافظات سواء كان خلال الارشاد الزراعي او اتحاد المجالس الزراعيه او التعاونيات، بجانب المنافذ البيع السبعه للاداره المركزيه في التوابل في الزراعه. تمام. طيب بشكرك جدا دكتور حاتم علي رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي. نرجع تاني لمواعيد الزراعة، وأنا كنت بسأل حضرتك ما هي أضرار التبكير أو التأخير عن ميعاد الزراعة؟ اتفضل. هو لازم المزارع يبقى عارف نقطة معينة، ايه اللي بيديني المحصول، يعني ايه المكونات الأساسية بتاع المحصول عندي. ناخد بالنا بقى هنتكلم كلام علمي وكلام مهم جدا علشان تحصل على اعلى انتاجيه. اتفضل. الحاجات الاساسيه اللي بتديني محصول عندي الفلاح بيبص ليها، اللي هو احنا اتعلمناها من الفلاح، احنا كلنا فلاحين متربيين في قرى، ان لما كنا بننزل الارض نقول الارض دي تجيب محصول ولا ما تجيبش محصول، كنا بننزل بنبص على المحصول نفسه جوه الارض، شفنا الارض من جوه من تحت السبل ولا من فوق السبل ولا لا، ده رقم واحد، يعني معناها انا عندي عدد السنابل اللي موجوده في وحده المساحه. بمسك سنبله بعدها وبفرقها وبعدها في ايدي وباخد العدد بتاعها. النقطة الثالثة، كان جدي كان بيمسك الغلة بتاع السبل نفسها ويوزنها على ايده يشوف الوزن، وبعدين بيديني تقدير محصول ويقول لي دي هتجيب 16 ارداب. تقديره كان يا بيزيد او بيقل حاجة بسيطة. يعني معناها ان انا اخد من الكلام ده ان عندي ثلاث حاجات اساسية لازم اكون عارفهم قدامي عشان اقول ايه اضرار التبكير ولا التاخير. اللي هو عدد السنابل اللي موجودة في وحدة المساحة، عدد الحبوب اللي موجودة في السنبلة، وزن حبوب السنبله نفسها. طيب انا لو بكرت في الزراعه ايه اللي بيتم؟ الانبات بتاعي بيطلع بدري، بدل ما بنبت انا في المواعيد العاديه على 7 8 ايام ويكتمل الانبات بتاعي على 12 يوم، لا ده بينبتني على 5 ايام. طب ده بيأثر عليه، بيأثر على التفريع، يبقى انا عندي عدد السنابل اللي هتكون موجوده قلت، يبقى انا لو بكرت السنابل اللي عندي موجوده في الارض هتقل. في نفس الوقت النقطه الثانيه، ايه اللي بيقل تاني؟ بيقل عندي عدد الحبوب بتاعت السنبله، لان انا زرعت بدري اثناء طرد السنابل ومرحله التزهير بتقابلني درجه الحراره المنخفضه، بتبقى بدانا ندخل في البروده بتاعه الشتاء، بتموت لي بعض جزء من حبوب اللقاح. واذا كبير السنبله عنده في جزء احيانا عنده من فوق فاضي، يبقى قلل لي عدد الحبوب. طيب انا عندي عاملين قلوا، قبل ما اتكلم على العامل الثالث، خلاص بقى اتنين من الثلاثه قل المحصول بتاعي، يبقى اذا لا يمكن يديني محصول الى جانب الزراعة. او يديني محصول قليل، ما هو انا اللي اقصد هو يديني محصول اقل من المتوقع بتاع الصنف نفسه. تمام. التاخير في الزراعه، تجمعنا العوامل دي كلها بالكامل الى جانب زياده الحشاش اللي هتكون موجوده عندنا. طبعا لا، خلينا لسه في الـ في الـ في التبكير. طبعا لو انا بكرت اكتر من اللازم، كل ما يعني كل ما الضرر بيزيد ده كمان هو لو زرع بدري الارض بتاعته هتجيب على اول اربعه عاوزه تحصد، العصافير هتجيب له الباقي وممكن يبقى هو الوحيد اللي موجود في المنطقه فالعصافير. هاجي على التاخير، هحط كل العوامل دي وهزود عليها نسبه الحشاش اللي هتزيد، المقاومه الامراض نفسها هيبدا تصيب النباتات، المن هيبدا يجي على اللي الحشرات اتكلم عليها الدكتور مصعد، هتيجي على النبات رياح الخمسين، جت موجه حاره والنبات لسه بيكون في طور النضج اللبني، بيمصلي الحبايه. انا في الندوات كنت بتكلم مع المزارع بنقطه معينه، دي عامله زي ما يكون ايه، انا عندي جلابيه وطالع بيها مشوار والجلابيه لسه على الحبل ما نشفتش، بجيب المكوى ببدا اشغل عليها فالجلابيه تحس انها متنشيه، مش ما خدتش النشفان الطبيعي بتاعها. طب قابلتني درجه حراره عاليه على حبوب فيها طول النضج اللبني، لازم الحبايه بتاعتي تضمر مع الهوايه كمان بتطلع، يبقى قل المحصول عندي بدرجه عاليه. فلا بد من الالتزام بميعاد الزراعه.
اقدر اقول الخسائر بنسبه قد ايه؟ ما تقلش عن 15 ل 20%. 15 دي نسبه كبيره على فكره. نسبة طبعا كبيره جدا. نسبه كبيره. وطبعا الفلاح محتاج النسبه دي لما بيزود انتاجه هيزود. مش الفلاح بس، هي مصر محتاجه كل كيلو حبايه زيت في المحصول. لا النسبه كبيره. نسبه كبيره. طيب عاوز تضيف حاجه بالنسبه لمواعيد الزراعه واعداد الارض للزراعه؟ لا كده تمام. كده كان تمام. في اي استفسار من اي مزارع؟ طيب ما احنا فاتحين التليفونات. خليني ابدا بقى باولى العمليات يا دكتور مسعد. بعد انا طبعا اعددت الارض للزراعه اعداد جيد، استخدمت الاصناف الموصى بها اللي حضرتك ذكرتها، والمعاد زرعت في المعاد المناسب، بعد كده مطلوب مني ايه؟ بعد كده بيجي عمليتين مهمتين جدا. الري. ايوه. خصوصا ري الزراعه وري المحاياه. ويجي عندنا التسميد. قبل دول معدل التقاوي لم يذكر. ان انا ذكرناه في بدايه الحلقه لكن نذكر مره. انما برضه معدل التقاوي يعني انا عايز اقول معاد الزراعه ومعدل التقاوي والصنف والكلام ده كله، دي كل ده ناتج تجارب وناتج بحوث اتعملت على مدى سنوات، بحيث ان احنا بنحدد انسب حاجه ان هي تديني اعلى محصول وباقل تكلفه اقتصاديه. معدل التقاوي مهم جدا نلتزم بيه. نقوله بقى اللي هو نقوله. احنا بنقول احنا عندنا الارض العاديه، ارض وادي النيل، الارض الطينيه العاديه، الارض الصمراء والارض السوداء، بنستعمل فيها ما يقرب. لو كنا هنستعمل الستاره لو بنستعمل الستاره وضع افضل، لان الستاره في احدى طرق توزيع التقاوي. طيب على الارض. طيب استسمحك نستكمل النقطه دي، لكن اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل فانتظرونا. عودة مرة أخرى أعزائي المشاهدين لضيوفي الكرام بعد هذا الفاصل. وطبعا احنا كنا قبل الفاصل كان الدكتور مسعد بيذكر بكميات التقاوي الموصى بها بالنسبة للعمل. اتفضل. يعني احنا كنا بنقول يعني باختصار شديد جدا، انا لو استعملت الستارة هستعمل حوالي 50 كيلو جرام للفدان. لو استعملت طريقه البدار العاديه بزود حوالي 10 كيلو، بيبقى حوالي 60 كيلو جرام للفدان. انما زي ما قال الدكتور صلاح في اوائل الحلقه، احنا عندنا طريقه ممتازه جدا اللي هي طريقه الزراعه على مصاطب. انا اقدر ازرع بحوالي 40 كيلو 45، ممكن انزل بيها حتى كمان ل 30 في بعض الاحيان، فبتوفر لي ما يقرب او مش اقل من 15 كيلو جرام تقاوي للفدان، ومع زيادة المحصول وتوفير المية طبعا زي ما قال الدكتور صلاح. بالنسبة للأراضي الجديدة بزود حوالي 10 كيلو الفدان، لأن الأراضي الجديدة سواء رملية أو جيلية نسبة الإنبات بتكون ضعيفة شوية، فبزود أكتر شوية. قمح المكرونة أو قمح الديورم برضو بيزيد حوالي 10 كيلو تقريبا، لأن الحباية بتاعته كبيرة وزنها تقيل، فبزود أكتر عشان الفكرة فيها عدد الحبوب اللي هينزل على الفدان. فالتقاوي بتاع الديورم لازم ازود الوزن عشان اوازن العدد بينه وبين القمح المكرونة. طيب ننتقل بعد كده بقى للري. الري احنا عندنا زي ما قلنا الري والتسميد. طبعا الري والتسميد زي ما النبات انا بدي ري فلابد ان انا ادي معاه تسميد، لان اي يعني بياكل وبيشرب معاه شويه ميه، والتسميد مش هيشتغل الا بالري. ومهم جدا ان انا اسمد والميه في كعب التسميد، يعني في كعبي وانا بسمد، مش اروي اول وبعدين اسمد او اسمد واروي تاني يوم، لا اسمد والميه شغاله هتدخل على راس الغيط، انا سابق الميه بالتسميد علشان السماد يدوب في الميه ويتمسك في التربه والنبات يقدر يستفيد بيه. ده الاثنين بيبقوا مع بعض. تمام. المعدلات بقى لكن معدلات. خليني بعد اذنك ناخد رضا من دمياط. يا حاج رضا وط التلفزيون. عليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور حامد؟ الحمد لله. بس على حضرتك وعلى الضيوف حضرتك. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا بحضرتك.
احنا عندنا الارشاد فيه مشكله يا فندم. يعني الدكتور مسعد وهو بيتكلم من شويه بيقول ان الشركات موجود فيها بتاع الارشاد ده موجود فيه شركات وموجود فيه بتاع الاداره المركزيه وموجود غيره يعني. فده المشكله عندنا. احنا بنروح نجيب قمح من الارشاد يقول ده قمح خد ده وما تاخدش ده. لا 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 حضرتك قول لي الجمعيه اسمها ايه والمركز. احنا الضميط يا فندم في مركز كفر سعد. كفر سعد جمعيه ايه؟ لا الارشاد الزراعي اللي في كفر سعد ده. لا انت حضرتك بتقول دلوقتي بتروح الجمعيه يقول لك خد ده وما تاخدش ده. لا بنروح الارشاد نفسه احنا هنا بتروح للارشاد. اه بتروح للارشاد نفسه. والجمعيات شرح برضه الجمعيات فيها شركات. طيب استسمح حضرتك سيب تليفونك في الكنترول وانا هتواصل معاك بعد البرنامج. ماشي. في استفسار اخر؟ بشكرك يا حاج رضا. اتفضل. كنا بنتكلم بقى على المعدلات. طيب على معدلات يبدو ان الاتصالات كتيره بقى بس تحت امرهم. بس هو احنا ما هو لازم هي لازم الاتصالات. طيب. هي اهم حاجه الاتصالات. معانا غانم. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن بعد اذنك الدكتور مسعد بس على الامس معاك على الهواء اتفضل. بالنسبه للحطب دكتور مسعد الحطب بتاع القط احنا بنفركه بعد الزرع مباشره هل تفيد التربه ولا غلط على التربه؟ انت وصلت لنهايه المحصول وحصدته وبتتكلم في الحطب يعني احنا لسه بادئين. يعني سيادتك تقصد ان الحطب اللي موجود في الارض اثناء زراعه القمح؟ يعني هزرع قمح ورا القطن فهل الحطب دي احنا بنفركه في الارض على التربه؟ هل ده كويس للتربه مفيد ولا مفيد؟ بتاع القطن. حطب القطن. حطب القطن يعني هو الزرع. ممكن يعني حطب القطن وهو موجود في الارض يعني ممكن يعاكس في عمليه الحرث ممكن يعاكس في عمليه التسطير لو استعملت اماكن تسطير. احنا طريقه يا باشمهندس احنا طريقه الزراعه بنفرك الارض اربع توشاش بفركه بنعمها بتبقى طايعه خالص وبنقدر التوا على كده لان بنضمها بالكومباين ما بنخططش مصاطر. هل الطريقه دي كويسه ولا مش يعني سيادتك بتزرع بدار؟ بنعملها بالظبط. انا ما اعتقد يعني ان لو العقر بتاع القطن هو اللي موجود في التربه بس يعني اعتقد مع الفراكه دي ومع الحاجات دي بيكون اقل ما يكون فمش هيأثر تاثير كتير. هل الفرق دي وبعدين انا هقول لحضرتك حاجه بصفه عامه لو انا فركت المحصول السابق كويس جدا وناعم قوي وقلبته في التربه ده انا بضيف ماده عضويه سمات طبيعي بضيف ماده عضويه للتربه ده ما فيهوش خطوره ولا فيه اي حاجه خالص. الله ينور عليك. الله بعد اذنك بس يا دكتور حامد بعد اذنك اتفضل. وديني قالي بس نعمل ايه في القطن. انا رحت الجمعيه ما صدقنا فتحت امبارح الجمعيه التعاونيه. فروحنا الجمعيه لقيناه بياخد زي التاجر ب 2400 بل بيكلفنا التحويل على حسابه كمان. فانا بقول له ليه كده احنا في البرنامج سمعنا ان الوزير لحد سعر الضمان 2700 جنيه، قال لي يا ابني مفيش حد بالكلام ده بيعمل بالكلام ده. نعمل ايه بالله عليك كلنا نعمل ايه بعد بياخده بكام؟ بياخده بكام التاجر؟ التاجر بياخده ب 2400 والجمعيه ب 2400 وانا بودي للجمعيه على حسابي. طب ينفع؟ طب وحضرتك هنا يعني ده البرنامج الوحيد اللي فيه صوت الفلاح، البرنامج الوحيد اللي واقف معانا وجايب لنا حقوق. نعمل ايه سياسه؟ قول لنا بس نعمل ايه وانا عندي خمس سنين والقطن مجنون. حاضر يا حاج غانم. حاضر. سيب لي تليفونك. ربنا يخليكم لنا يا رب. حاضر سيب لي تليفونك بس وفي الكنترول. بشكرك. نرجع تاني للمعدلات التسميد. هو معدلات التسميد العاديه او الموصى بها في ارض الوادي حضرتك 75 كيلو جرام نيتروجين استعملهم من اي مصدر نيتروجين في ارض السمراء بستعمل اي مصدر نيتروجين يوريا سلفات نترات بس يكون حوالي 75 وحده نيتروجين للفدان. لا خلينا نتكلم لو انا هستخدم يوريا او هستخدم نترات يبقى اخد هنا كم شكاره وهنا كم شكاره عشان برضو نسهل على في العاده. لو النترات بستعمل خمس شكاير بعمل خمس شكاير. طيب الاتصالات كتيرة مش عارف وماله. معانا ثروت من الشرقية اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا اتفضل. كل عام وحضرتك طيب. وحضرتك بصحة وسلامة. أنا كنت عاوز أستأذن حضرتك في حاجة يا دكتور بعد إذن حضرتك. اتفضل. بالنسبة لموضوع تفكير الزراعة اللي بيجي عندنا الجيران في المنطقة بيروحوا زارعين بدري فبيخلوا الكل يضطر إنه يزرع قبل الميعاد.
يعني بعد اذن ليه 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 هو هم بيجبروك تزرع قبل الميعاد؟ اه ما هو ليه؟ بيجي يزرع يا دكتور حضرتك واحد قوله بتجيب محصول كام؟ لا ليه انت تزرع قبل الميعاد؟ ما انت عرفت التوصيه الفنيه. ما احنا سمعنا يا دكتور حضرتك المفروض هو من 10 ل 30 مثلا نوفمبر في الوجه بحري. فهو بيجي مثلا من 15 ل 30 فبتضطر الجيران كلها تزرع زيه عشان ايه بعد كده يجي في الحصاد بحصد وروح منزل ميه يقوم ما خليش العالم تعرف تحصد. لا يعني برضو حضرتك اديك سمعت التوصيه الفنيه، حاول تقنعهم ان نلتزم بميعاد الزراعه. لان يعني الالتزام التزام بميعاد الزراعه ده مهم عشان يديك انتاجيه عاليه. ممكن بعد اذن حضرتك مثلا لو نزل نشرات في الجمعيات بمواعيد الزراعه مثلا بتنزل موجوده ادي موجوده يا فندم. يعني على اساس ان احنا مثلا لما نيجي نكلم الجار ما بيسمعش، لكن لو مدير الجمعيه او مهندس المنطقه كلم الناس على مواعيد الزراعه مثلا تقريبا يعني لو قال من 10 وزرع قبلها بخمس ايام ما يضرش. لا يضر برضه، لا خد بالك احنا نلتزم افضل بالمواعيد. لكن في ناس بتيجي حضرتك بتيجي مثلا من يوم 20-25 اكتوبر وروح زارع. فبيخلي الكل يضطر يزرع عشان اخر السنه لما تيجي مثلا مواعيد الحصاد لازم الناس تحصد مع بعضيها يعني. طيب حضرتك عرفت المعلومه، ممكن برضه يعني جيرانك قول لهم ان انا سمعت كذا وكذا والافضل ان احنا نزرع في الميعاد المناسب. وطبيعي الحلقه هتتعاد يوم الجمعه ان شاء الله الساعه 10 مساء، برضه اللي ما سمعش يعني يتابعها في الاعاده علشان يتاكد من التوصيات الفنيه الخاصه بهذا المحصول، لان كل اللي احنا بنقوله ده علشان مصلحه الفلاح. ما هو انا اعرف حضرتك بس يعني هو المهندس الزراعي لو ما بتنبه على المهندسين. حاضر حاضر، سيب بياناتك بس في الكنترول للجمعيه واحنا نتواصل معهم. بشكرك. طيب معايا سمير من البحيره. الو 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 يا سمير. طيب حاول تتصل بينا مره ثانيه. نرجع. السلام عليكم. طيب عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا دكتور. اتفضل. ازيك يا دكتور حامد؟ الحمد لله، بس وطي التلفزيون واسمعني من التليفون. انا بعتبر ده درس في زراعه الغله. طب الحمد لله كويس. وعايز حضرتك البرنامج ده يتعاد اكتر من مره. حاضر. لكن المواعيد اللي قال عليها الدكتور صلاح دي المواعيد العاديه. لكن مع التغيرات المناخيه اللي احنا بنمر بيها حاليا المواعيد المفروض هتتغير. فيبقى المواعيد هتبقى امتى بقى؟ والله ده سؤال مهم وانا هطرحه على ضيفي برضو علشان انا بصراحه بحييك على السؤال ده. نشوف هل التغيرات المناخيه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي ليها تاثير على المواعيد اللي ضيوفي ذكروها ولا ملهاش تاثير، وتاثيرها معنوي ولا غير معنوي. انا بشكرك جدا اخ سمير يا فندم. فلاحين لا على درجه عاليه جدا جدا من الذكاء، فاهمين واعيين، وانا بتبسط الحقيقه لما الاقي اسئله كده. يعني اقول لحضرتك حاجه موجوده بس مش عاوزين نتكلم فيها، لان احسن الفلاح يتبعها من بدون ما تطلع النتائج بتاعتها. يعني احنا عندنا لا خلينا في الواقع ده، احنا الواقع. عندنا احنا في الواقع احنا عندنا دايما تجربه ثابته لمواعيد الزراعه باستمرار. لان التغيرات المناخيه دي ممكن تعمل يعني توجد اسئله كتير وتطرح اسئله كتير، فاحنا عندنا تجارب ثابته بنعملها على كل الاصناف الجديده اللي بتطلع منها تجربه مواعيد الزراعه. ما زلنا لحد دلوقتي التاريخ ما اتغيرش كتير، ولكن يعني طلع انسب ميعاد 20 نوفمبر. لغايه 20 نوفمبر. لغايه 20 نوفمبر. ده انسب ميعاد لزراعه القمح لانه بيدي. ده بالنسبه لايه؟ البحري ولا قبلي؟ بالنسبه هو اللي بالنسبه ده كمتوسط مواعيد الجمهوريه ككل. ككل متوسط مواعيد الجمهوريه. لسه النتيجه طالعه بتاع الموسم اللي فات، ولكن احنا ما بناخدش النتيجه دي وننام عليها. لا باستمرار عندنا تجارب مواعيد. التغيرات مستمره. وتجارب للتسميد وتجارب لطرق الزراعه وكل حاجه عشان لو حصل اي تغير نتابع واحدة واحدة كل سنة عشان نقدر نطلع توصية. لكن يا دكتور مسعد نقدر نقول دلوقتي يا دكتور صلاح ان التغيرات المناخية ملهاش تأثير كبير على المواعيد اللي احنا ذكرناها. لا. لا وعلى الرغم من ذلك في لسه تجربة معمولة السنة دي بدأنا ننفذها السنة دي كل مدة سنتين بمواعيد، بس مش عاوز اقول المواعيد المبكرة اللي احنا زرعنا فيها، لان ممكن الفلاح لو سمح هيقول لك انا سمعت انك انت زرعت كذا. بالظبط. دايما المواعيد اللي احنا بنتكلم بيها نتاج
التجارب اللي احنا بنعملها طبعاً. وسنويا طبعاً. في تجربه مواعيد اوريدي موجوده. انا عارف. وعلى مستوى الجمهوريه مش في مكان واحد. لازم تكون على مستوى الجمهوريه يعني المتغيرات ممثلة الاراضي القديمه والاراضي الجديده. الاراضي الجديده والاراضي القديمه وكل. بس ده لا يمنع ان انا برضو احيي سميره على السؤال. لا طبعاً. لا لا صح طيب. صح. نرجع صح. تاني للمقررات السماديه. نيجي المقررات السماديه احنا عندنا زي ما قلنا خمس شكاير نطرات بيضافوا على ثلاث مرات شكاره مع الزراعه مع رية الزراعه. وشكرتين مع رية المحياة وشكرتين مع الرية الثانية بعد المحياة على طول. لأن يمكن الدكتور صلاح لما فسر المواعيد وأنا دايما بقولها وزي سيادتك عارف يا دكتور حامد إن دي شبكة المعاملات الزراعية شبكة متصلة ببعضها وحدة واحدة وحدة كلها وحدة واحدة لو في خيط منها اتفكحت الكارل كلها ومش هتنفع ومرتبطة ببعضها فمواعيد الزراعة علشان يتوالى مراحل نمو النبات في درجات حرارة مناسبة وآجي في مرحلة مراحل مناسبة أديله ري أديله مية وأكل ري وتسميد بحيث أنه ينتج لي مكونات المحصول قال عليها الدكتور صلاح كأعلى وكأفضل ما يكون رية الزراعة بديله عشان الإنبات يكتمل ويكتمل بسرعة في ميعاده مظبوط وما بقاش يطلع لي بعد أسبوع واحدة وبعد ثلاث أيام حباية لا يبقى الارض زي السجاده خضراء اديله في ريه المحياه شكرتين مع الري بحيث ان انا ابدا اديله دفعه للتفريع عشان اوصل النبات الى اقصى عدد من الافرع الريه اللي بعد كده لما بديها له عشان تكوين السنبله يبقى عنده غذاء وميه تتكون السنابل يبقى كل الافرع اللي طالعه دي شايله سنابل ما يبقاش في افرع ما اللي احنا بنسميها عقيمه فرع كده وخلاص يبقى يعني احيانا برضو في فكر سائد كده انه القمح ممكن ريه واحده وخلاص لا دي النقطه اللي كنت عاوز اتكلم برضو عشان انا اعلى عليها ممكن تقولها دكتور صلاح اتفضل لان ريه يعني بيمثل لنا مشكله كبيره انا عارف نفس المشكله عشان كده يعني في عدم متابعه وخاصه في الوجه البحري معظم المزارعين في معظم المزارعين كتير جدا في وجه بحري بيجي على نص شهر ثلاثه وما بيديش ميه خالص على الرغم ان احنا في مصر حاليا يعني بنحاول ان احنا نوفر اي كميه ميه عشان نقدر نزرع بيها مساحه اكبر طبعا وبنجري ورا الاصناف اللي تقدر توفر لي ريه وكان من ضمنها احنا في بعض اصناف تم وقف انتاجها اللي هي كانت طويله العمر طب انت بتيجي في نص شهر ثلاثه بتوقف لي ميه ليه؟ لما انت جيت في اهم مرحله من اهم مراحل النبات اللي هو طور النضج العجيني وتوقف لي كنت بيقول لسه ما كملش اللبن ودخل في العجين ما كملوش وتوقف لي انتاج ده لازم ياثر لي على الانتاج يقول لك لا هو انا كل الناس بتزرع بتروي بتفطم كده لا ده هو النقطه دي مهمه جدا ونقطه ان بيجي بعض المزارعين دون النظر للارصاد الجويه بيروي لو روى ورقد منه المحصول بيقلله 15% عشان الرياح طبعا النقطتين مهمين جدا في موضوع الري انا اقدر اوفر كميه الميه اللي لان كميه الري برضو بيعمل ثبات لل كل ما كانت الارض عندي فيها نسبه رطوبه مهما كان شده رياح ما بترقدش القمح بالظبط وفي كمان ده اعتقاد خاطئ واعتقاد خاطئ عند المزارع ان يزرع وياخر ريه المحياه تساله ليه يقول لك عشان القمح يدق في الارض طيب بعد كم يوم من الزراعه شوف الجدول الري بعد حوالي 20 25 يوم ما زودش عن كده ما زودش عن كده وما قللش عن كده لان احنا قلنا في الاول عدم الاسراف وعدم التقطير تمام الامور الوسط هي افضل الامور في النقطه دي دايما ايه الفلاح طبيب ارضه طبعا انا بتكلم لك على المناطق اللي انا عملت فيها التجارب بتاعتي انت طبيب ارضك في ارض ممكن ما تقطعش على 15 يوم او 17 يوم ما اقولكش انتظر ال 20 يوم لا خليني ما هو انا هطرح بقى سؤال تاني ايه هي العلامات يعني انا طبيب ارضي اعرف ازاي ان المفروض اروي المفروض استنى شويه في علامات بالنسبه لل بعد ريه الزراعه اولا الانبات لابد من الارض تاخد حقها في الميه ما تزيدش كميه الميه عشان ما تدفعش عند الحبوب بالتالي ايه اللي عندي الكثافه النباتيه الموجوده او النباتات اللي موجوده طيب باجي برو بعد قد ايه برو تاني ريه المحياه مهمه جدا 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 بالنسبه من اهم الريات المهمه في القمح طب بروي بعد كام هي من 17 او 15 17 21 مهما كان نوع التربه اللي انا بزرع فيها طيب انا هاجي الاقي ايه
ممكن ابص الاقي لو انا اخرت عن كده الارض كلها بتشقق. طب لو شقت هتأثر لي عليه على الجذور بتاع النبات. هتقطع الجذور. هتقطع الجذور. هتقطع الجذور. طب ما الجذر ده هو الناقل ليا سواء للاسمده او للميه لفوق. انت تأثر على النبات كله. اثر على النبات كله. وبالتالي تأثر على التفريع كمان. وتأثر على منطقه على منطقه التاج اللي هي بيطلع منها الافرع. دي هي انا عاوز اكمل نقطه الدكتور مصعد وبيقول الفلاح بيقول لك انا بسيبه لغايه ما يدق في الارض. وهو الفلاح عندك يقول لك بيكمل. طيب هو للاسف المخرج يعني بيستعجلني ان انا الوقت انتهى. واحنا لسه ما كملناش درس القمح زي ما قال سمير. كنت عاوز اتكلم على النقطه بتاعت التفريع بالذات اللي اتكلم عن الدكتور مصعد والفلاح. هنتكلم عليها ان شاء الله في الحلقه الجايه. معلش يعني انا هتعبكم معايا. لا تحت امر حضرتك ان شاء الله يوم الاربعاء القادم في الحلقه القادمه عشان نستكمل درس القمح زي ما قال سمير ان شاء الله. لكن طبعا حلقه مهمه جدا، توصيات مهمه جدا، واحنا معاكم من بدايه المحصول، من بدايه اعداد الارض للزراعه حتى عمليه الحصاد ان شاء الله، علشان نفيد كل اهالينا الفلاحين في جميع المحافظات. في نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين لا يسعني الا ان اتقدم بجزيل الشكر للزميل العزيز الاستاذ الدكتور صلاح عبد المجيد رئيس قسم بحوث القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقليه. بشكرك جدا دكتور صلاح. وايضا الشكر الجزيل للزميل العزيز الاستاذ الدكتور مصعد عبد العليم الاستاذ بقسم بحوث القمح معهد بحوث المحاصيل الحقليه. بشكرك جدا. شكرا دكتور. الشكر ايضا لكم اعزائي المشاهدين على كرم المتابعه، والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم أمين. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.